بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر كنا ماركتينج مانجر فور سودان ستورز. إحنا الليلة الحلقة دي بغرض إننا نوضح أو تدشين لمنصة سودان ستورز أو متاجر السودان. حاليا الساعة 9 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت لندن، الساعة 10 بتوقيت الإمارات، والساعة 8 بتوقيت السودان. نحن الليلة حنتكلم عن تدشين منصة متاجر السودان أو سودان ستورز. عايزين نعرف المنصة دي الغرض منها شنو، بتهدف لشنو، وبعد كده نعرف إنها متين أنشئت والغرض الأساسي من إنشائها كان شنو، وكيف الناس ممكن يقدروا يستفيدوا منها، بالذات الشباب والشابات السودانيين. زي ما احنا عارفين انه معظمنا بعد الحرب الناس انتقلت ومشت حتات مختلفة كتير، فمن الشباب السودانيين والسودانيات في جزء كبير منهم ابتدى في يفكر. السؤال اللي كان بيدور في راس اي زول انه انا حاعمل شنو بعد الحرب؟ هل انا حستمر في نفس الحاجة اللي انا كنت شغال فيها؟ حاول القى وظيفة تانية بنفس الحاجة اللي انا كنت بعمل فيها، ولا أبتدي أسس لشغل خاص؟ في معظم الشباب جاتهم الشجاعة والشابات برضو إنه يبتدوا يأسسوا لشغلهم الخاص، فجزء كبير منهم ابتدى يعمل مختلف، بدأ في بيزنس في مختلف المجالات. في ناس بدأت بتقدم في خدمة، وفي ناس تانية لا بقت بتقدم في منتجات. سودان ستورز هي عبارة عن أو منصة متاجر السودان هي عبارة عن منصة بتهدف لأنها تساعد الشباب والشابات السودانيين اللي هم عندهم بيقدموا خدمة أو بيقدموا منتج لمختلف الفئات وفي مختلف بلدان العالم. عشان نتعرف أكثر عن المنصة وهي بتهدف لشنو والغرض منها شنو، كيف الشباب ممكن يستفيدوا منها، وليه لازم الشباب ينضموا للمنصة دي، معانا مؤسس منصة سودان ستورز أو متاجر السودان بروفيسور علام النور. تفضل يا بروف. مساء الخير. مساء النور. شكرا يا سحر، والله شكرا لك، وحقيقة وشكرا برضو لكل الحضور هنا والحاضرين في الفيسبوك. والله لو ما نشاطك الكبير ما كان قدرنا نصل للمرحلة دي، بس احنا اليوم يعني نتجرأ ونقول حندشينا اليوم. أنا حقيقة بحيي كل الناس اللي بيتابعونا هسه، خصوصا القادرين يتابعونا من السودان برغم الظروف الصعبة، وبترحم على كل شهدائنا اللي فقدناهم في الفترة الأخيرة في 6 أو 7 شهور دي ومن قبل الثورة. وحقيقة السودان ما محتاج يعني نتكلم عنه، لأنه العالم كله هسه عارف المأساة اللي بيمر بها السودان، والسودانيين بيجوا مشردين في كل مكان. وحقيقة الظروف يعني ما أظن السودان يمر بظروف أصعب من كده. نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يعني يسهل أمر السودانيين ويسهل أمر أهلنا ويسهل علينا إحنا زاد ونقدر نمشي ونشوف أهلنا في السودان، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يزيل هذا البلاء. الحقيقة المنصة دي بدينا في التفكير فيها من زمان جدا، من زمن طويل، وتقريبا هي كانت جاهزة من أكثر من سنة ونص أو سنتين. يعني لما جاء كوفيد أدانا وقت، برغم أن الكوفيد ما حاجة جميلة وفقدنا فيه ناس كثيرين، وأوائل الأطباء الضحوا بحول حال الفقدناهم في بريطانيا كانوا هم سودانيين. يعني أول أطباء هنا من أوائل الأطباء اللي استشهدوا في ظروف الكوفيد الصعبة دي كانوا سودانيين اثنين يعني. والكوفيد ما حاجة جميلة، لكن الحبسة في البيوت دي خلتنا نقدر نلقى وقت نشتغل فيه، وقمنا اشتغلنا فيه وعملناه. لكن عشان نرجع لأنه الغرض شنو من المنصة بتاعت متاجر السودان أو السودان ستور، نرجع بخلفية بسيطة جدا. السودان من لما نحن في على خرطوم أو قبلنا ما كان العلم بتاع التسويق ده بيدرس فيه في كل الجامعات السودانية، وما كان حتى الناس ما بتعرف يعني شنو تسويق. نحن درسنا بذكر بروفيسور بابك ريدريس ربنا يطول في عمره، لكن ما كان في العلم ده يدرس حتى عشان نجي نقول السودانيين يعني بيعرفوا تسويق أو ما بيعرفوا تسويق. فبيقى في مشكلة كبيرة جدا في معظم داخل السودان، خلينا نمشي لبرا السودان، داخل السودان
الناس ما كانوا قادرين يعرفوا، كل ذول عنده بيزنس بيعمله ما قادر يعرف أهمية إنه يكون بيسوق لحاجته صح. وزمن طويل أخذ لحد ما بقينا نشرح ونعمل حاجات كثيرة جدا نساعد بها الناس إنه التسويق ده يعتبر من أهم ثلاثة functions لأي نجاح أي بيزنس في العالم. ثلاثة أساسيات أي يعني نجاح بتاع بيزنس. حتى زي ما حنسمع الليلة، أنا ما داير أتكلم عنه وأخليه يتكلم بعدين هو بنفسه، زي ما حنسمع من ضيفنا الليلة زول مشهور جدا عنده مطعم، يعني من أهم ثلاثة حاجات عشان نجاح المطعم ربنا يزيده في القاهرة ده، واحدة منهم التسويق. يعني مهما كان البرودكت بتاعك ومهما كان الأكل بتاعك اللي بتعمله زي ما حنسمع بعدين من المطعم، وزي ما كانت منتجاتك، لو أنت بتبيع ثياب ولا عطور ولا بتبيع أي شيء، مهما كان الكواليتي بتاعت الحاجات دي عالية، لو ما نجحت في التسويق هتكون قاعدة عندك زي الرفوف الوراي دي، قاعدة مستكة في الرفوف ما حدا بشهدتك. فهو فانكشن من أهم ثلاثة فانكشنز لنجاح أي بيزنس في العالم. فدي النقطة الثانية، إنه لو أنت ما نجحت في ده ما حتقدر أصله تقدر تنجح في البيزنس بتاعك كله. طيب الحاجة الثالثة، قلنا المشكلة في السودان، المشكلة في السودان إنه في الحتة بتاعت التسويق دي متأخر جدا. يعني السودان قبل الثورة، جات الثورة وجاء بعدها الانقلاب العسكري وغيره وغيره وغيره، الفترة دي كلها السودان أساسا من بدري بيعاني من المشكلة بتاعته إنه ما قادر يسوق لمنتجاته، ودي بتجيب انعكاسات كبيرة جدا جدا. يعني التغليف، البراند، إنك تفي بحاجة المستهلك. بعدين السودانيين طبعا لأنه كان في ندرة في السودان، الواحد يقول لك والله لو ما داير أخليه، يعني الجملة دي طبعا ما بتسمعها برا كله كله، يعني تقول له الحاجة دي بكم، يقول لك بعشر جنيه، تقول له خليها كثيرة ولا غيرها، يقول لك يا أخي تلاقي، لأنه في ندرة في السودان أساسا كانت أي حاجة في ندرة. فلكن الغرض من المنصة دي لما نفكرنا في إنه نقدر نخدم السودان، لقينا إنه السودان لازم نبدأ الشغل في الحتة بتاعت التسويق للسودان، يبدأ من في عدد من بمراحل، ما مرحلة، لأنه ما ممكن طوال نجد الليلة اللي إي كوميرس والذول استعمل الكريدت زي ما صار في بريطانيا هنا وأوروبا والخليج وغيره، ما كان ما في طريقة. فقلنا أول حاجة نحن نحاول نوعي الناس ونفهمهم أهمية التسويق، وصار مبسوط جدا بشوف في السوشيال ميديا وبشوف طوالي بقت في فيديوهات ومحاضرات وأشياء، يعني الناس بقت بالعكس في ثقافة التسويق ذاتها زادت شديد جدا جدا. وستخيروا مثال يعني سحر زول هايلي كواليفايد وكنت تدير التسويق في أكبر الشركات في السودان، فالقصة دي تغيرت. وأنا بتذكر لحد هسه في 2005 و6 و7 وكان أسامة داود بيرسل الناس عشان يحضروا في تشارتر انستيتيوت اوف ماركتنج محل التسويق البريطاني وغيره وغيره، وبدأت الناس تعرف قيمة هذا العلم وأهميته والضرورة بتاعته، إنه من غيره ما حتقدر تنجح. وجينا بعد ده قلنا أحسن نبدأ خطوة خطوة. الخطوة الأولى حيكون فيها توعية وتدريب للناس إنه لأي ذول عنده بيزنس يعرف أهمية التسويق وإنه كيف يقدر يخد في اعتباراته مهما جودته. يعني هسه أنا بسمع بين ناس يقول لك ده أجود حاجة، أنا عندي أحسن حاجة، أنا عندي أحسن ثياب، أنا عندي أحسن مطعم، لكن هو يكون عارف لو ما سوق له ما بيقدر، ما بينجح. طيب فقلنا المرحلة الأولى المنصة دي في الستيج اتبنت على إنها تغدي بكل الغرض لحد المرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة، إنه يكون في إي كوميرس، يعني أي ذول يستعمل يبيع ويشتري براه من زي ما الناس كلها تشتري بالكروت. يعني الناس اللي قاعدين في القاهرة والسودانيين كتار جدا في القاهرة بتشتري في معظم المحلات بالكريت، فنفس القصة مطاعمك دي وحياتك مفروض تكون شغالة بالكريت. في إنجلترا هنا وفي لندن في أي محل طبعا الكريت ده شغال في أي محل. طيب فالمرحلة دي موجودة هي حاليا، ولسه لقينا إنه الناس مراحل تطورها من ناحية البيزنس بتعمل فيه مختلفة. لو في زول جاهز أسه وداير تقوته الستيب دي طوالي إنه ناس تساعده في إنه يبيع ويشتري ويعمل إي كوميرس من لندن من هنا، دي قاعدة جاهزة. لو زول داير عنده برودكت جاهزة، أنا سمعت أسه من الأخت سحر وناس كثيرين في مصر عندهم منتجات جاهزة دايرين يبيعوها في أسواق في بريطانيا، يس ممكن أسه الناس تتكلم معهم. لكن احنا دايرين نبدأ نوري ستيج 1 شنو والستيج الأخير شنو. ستيج 1 ده قلنا والله في الأول نساعد الناس، أول حاجة يطلعوا حاجاتهم اللي عندهم دي يوروها لأي ذول. وطبعاً يا جماعة عملوا دراسات كثيرة جداً وما محتاجيني أقول لكم عنها، أي ذول ما موجود الليلة في الإنترنت دي، يعني كده أنا في السودان في 1999 بعد الثورة مشيت السودان قلت لهم من غير إنترنت السودان ما بيتطور نهائي، ما في طريقة. يعني لازم تكون أنت موجود في الإنترنت، أصل اللي غادة موجود في الإنترنت، أنا في لندن وداخلين معايا الاخوان ديل من القاهره واللي بتتابعوا فينا ديل من كل العالم، وهذا ما نقول في الفيسبوك وغيره وغيره،
ده كله ما كان حينجح لو ما في انترنت. وسا اخواننا واهلنا في السودان اللي ما عنده انترنت ما بيقدر يشوف ده، يعني غير ظروف الحرب. فنمره واحد دايرين اي زول سوداني وسودانيه بيبيع اي حاجه يكون هو موجود في الانترنت، ودي احنا حنسهلها له بما غصم به الله لنا من يعني معرفه وباسهل طريقه ممكنه. يعني عايزين الليله اي زول يدخل الستور ده بكره الصباح يكون عنده صفحه عديل، بدل ما كان يشير ليون في الواتساب وجروبات وما بعرف تاخذ الفساتين هنا وتاخذ الريحه هنا، لا يرسل لهم الصفحه بتاعتي يقول لهم دي صفحتي في الانترنت. فدي يعني التكنولوجيا بيستخدمها دي ممكن نعمل الصفحه دي في اقل من يعني ويزن بسرعه. لو اديتنا الحاجات اللي هي عندك، الحاجات اللي بنطلبها منك تدينا اسم المحل بتاعك، اسم الخنداك للعطور، اسم مطعم اسلان، وات ايفر اسمه، معلومات عندك اكيد لازم يكون عندك تليفون يتواصلوا بيه الناس معاك، عندك ايميل، عندك موقعك، انت قاعد وين. حتى لو ما عندك موقع فيزيكال ما في مشكله، ممكن تشتغل من البيت، مثلا انا بتكلم معاكم من البيت. اي شيء لازم يكون عندك حته عشان الناس تقدر يصلوك فيها. بعد كده دايرين منك صور للمنتجات بتاعتك، انت بتبيع شنو؟ يعني زي ما هنشوف بعدين بتبيع اي حاجه، يقول مطعم، بس انا لما نمشي مطعم هنا تركي مصري سوري فرنسي ايطالي بتلقى المنيو بيقول لك مثلا أستمع شيء يوم ذاك زرت واحد أخونا السوداني سريع، المطعم ذاته والدعاية أكبر دعاية بيقول لك الكوارع. الكوارع دي ما وجبة أنا بشوفها ومحتويات وغيره، بس أنا بعرف كوارع لكن في كثيرين ممكن ما يعرفوها، المصريين بيعرفوها لكن غيرهم ما بيعرفوها. فبتدينا المنتجات اللي عندك ساميها، بتدينا الصور بتاعتها، وبتدينا عنها نبذة صغيرة، لأنه لو أنا داري اشتري أصلا لو لاحظت في بريطانيا هنا بيجا لازم تكتب، بالذات لو مثلا يعني قبل كده ما آخر قصة عندنا في ناس عندهم مشاكل وبموتوا، في سودانيين ماتوا قبل كده، أنا متابع قصة صراحة الله عليهم، الجلوتين مثلا في ناس عندهم ألرجيس لحاجات معينة، الفول السوداني ده ممكن يعمل ألرجي يقتل الزول، فأنت لازم تكتب حبة عنه تقول والله دي لحمة مشوية كده كده كده، ده عصير قصب، ده كله ده الحاصل في بريطانيا وأمريكا هو حاصل في الإمارات في السعودية. اي منتج باي حاجه بيبيعها لك بيكتب لك عنها شيء، ودي ده برضه نحن حنساعد الناس في انه يكتبوها، ما صعبه. ما هسه اللي حنسمعه بعد شويه في القاهره المشويات او الشيء اللي حنسمع عنها بعدين دي، ما هي هزات اللي بنمشي ناكلها نحن هنا في لندن، ده هنا بسميه جريل يا هزات الشيء دي، وهنا بسميه بيف وتشيكن وغيره، بس حتكتب المحتويات عشان تعرف انت حتاكل شنو، عشان انا ذاتي اختار. هسه لما تمشي هنا في لندن بيقول لك دائره كلها بيف، دائره تشيكن، ولا عايزه مخلوطه، ما هو نفس القصه اللي هنسمع بعدين مطعمنا في السودان المشرف ده نفس القصه. فالمحتويات دي وردي عندكم، بس احنا نساعدكم نطلعها. الحاجه اللي بعدها الاسعار، زي ما داير احنا مبدئيا دايرين نكون متسهلين جدا مع الناس في انه نسهل لهم امورهم، يعني زي ما هنسمع بعدين او هنسمع بعد بكره، عايزين برضه في اللي غاب بعد بكره، والله صح على الشيء ده ب 300 جنيه مصري، لو انت داير انك تكتب لك 300 جنيه مصري ما عندنا مشكله، لانه نحن وده السر بتاع الحاجه اللي بنعمل فيها دي، لانه ده سوشيال انتربرايز دايرين نساعد بين الناس، نحن ما بنشيل منك اي قرش في دخلك ده. تبيع صح على الشيء ده ب 300 جنيه، تبيع التوب ده ب 500 دولار، نحن ما عندنا اي علاقه بيه. فانت كونه تقول اكتبوا لي التوب بتاعي ده ب 500 الف استرليني ب 500 الف جنيه سوداني ممكن، لكن احنا بنقول لك افضل انت من اسه حاول تحول، ما هي اي شيء انه تحويل، اكتبه بالدولار. يعني زي المطعم في مصر ده ممكن يمشي حاله بالمصري، لكن برضه يسجود بعد شويه يكتب اسعاره بالدولار برضه بين قوسين، لانه ممكن بعد شويه نحن نروج له وبحسين انه يجوا خواجات يمشي ياكلوا عنده. يس هسه السمك المشهورين بدا، نحن السمك ده ما وجبه عالميه وغالي جدا في اي محل، فيش ده مشهور جدا، وهكذا. فبنكتب لك اسعارك حياتك زي ما انت قلت، لكن بنساعدك انه نكتب لك كويس ونسويها. طيب الحاجة اللي بعدها ودي المهمة جدا جدا، انت بعد شوية بتكون صفحتك دي ممكن تغير فيها كل يوم، والله صح على الشيء ده ب 50 جنيه. هسه انا علقت هنا لزوجتي وانا مش جبت، لانه الحالة عندنا الاقتصادية متغيرة جدا هنا، الرغيف اللي بنشتريه من السوبر ماركت جنبنا ده كانت ب 85، بقت بجنيه، بقت بجنيه و10، بقت بجنيه و20، اول اسبوع اللي فات ده كانت بجنيه و20، بشتريها انا كل يوم من جاي راجع عشان افطر بيها، امس اشتريتها كانت ب 125. دار تغير اسعارك دي كل يوم ما في مشكله، لانه السيستم ده دايناميك يعني طوالي بنغير لك، ما في مشكله بالحته دي. الطريقه بتاعته انه بعد ما يتعمل لك الصفحه بتاعتك دي انت تقدر تبدا بعد كده تطور فيها. الصور بديت بصور الموبايلات دي ما سهله، يعني فيها كواليتي ما طبيعيه، نبدا نساعدك
يعني ممكن من الاول انت ما بدا تخسر قروش في هاي ديفينيشن بيكتشر وكلام زي ده، لكن احنا في الاول نساعدك، لان الصوره يا جماعه علميا كده بتأتراكت الناس مهما كتبت اليوم. وعشان الكلمه دي انا هنا اوقف واقوم اوريكم الصوره، انتوا ما شايفيني، انا نشوف انا بعد ده واصل كلامي وانتوا تشوفوا معاي، انا حاشير لكم الصايد ده. خليني بس في الاول افتحه وينه هذا سودان ستور. طيب عشان نواصل كلامي ده ونحاول ما اطيل عشان تستفيدوا. طيب ده الموقع، طبعا كنا مأخرين شوية. هل شايفين معاي كلكم؟ لسه يا بروف تقريبا بيعمل زي لودينج كده. ايوه سكرين شير از لودينج، هو لسه معانا فعلا. لا اي بيعمل لودينج. طيب كنا دايرين يعني يطلق العام القادم اساسا، لانه بعد ما طبعا بعد ما حصلت الظروف جت الثوره، وبعد الثوره حصلت الاشكاليه بتاعت يعني البلد مر بمشاكل من قبل الثوره، وجات الثوره وبعد الثوره والحكومه الانتقاليه، وبعد اللي حصل الانقلاب العسكري وغيره وغيره. يعني ما كان في فتره مستغره عشان نقدر نبدا في المواضيع. الموضوع ده ليه هسه حسينا بانه اهميته؟ شايفين هسه الشير؟ ايوه كده واضح هاي. تمام. فحقيقه واحده من الاسباب اللي خلتنا نستعجل بانه نطلقه، مع انه احنا في ظروف صعبه جدا في لندن هنا، لانه عندنا العيد العشرين للمنظمة الشهر الجاي، ومضغوطين ضغطة شديدة جدا جدا. كنا دارين نعلن ونطلع السنة الجاية، لأنه لقينا في ناس كثيرين جدا جدا بالآلاف اللي هم هاجروا وتركوا السودان بظروف الحرب، وبالذات المشوا مصر ديل، ناس كانوا بيعيشوا على مطاعمون، على اللي بتبيع حنة، اللي بتبيع تياب، الفاتح له دكان حلاقة. الناس دي كلها فجأة حالة كله وقف، أكل عيشة ما قادر تاكل زاد وتشرب. فالناس دي مشت مصر وبدوا زي ما حنشوف التجربه الليله، انه انا سعيد جدا انه مشوا فتحوا مطاعم وبداوا يبيعوا في حاجات، واللي بيعمل ثياب بيعمل في ثياب، واللي بيبيع في اي شيء بيبيعوا. فقلنا الناس دي نحاول نزعفهم باسرع فرصه. انا مشيت في الرياض اول السنه دي وكان نفسي اكل لي اكل سوداني. حقيقه في الرياض لما مشيت المطاعم السودانيه فيها مطاعم يعني والله الواحد يحن، يعني يحن عليه. وانا قلت لو فت الرياض النكست تايم، وان شاء الله شهر واحد المفروض امشي الرياض، احاول من بدري اشوف الممكن ننسخ لنا معاه ونجيبهم منه. يعني يفتقدوا لحاجات كثيره، بيخسروا قروش من غير ما هم يشعروا. يعني بيخسروا قروش. انا هسه بقول لهم يا اخواننا واخواتنا في السعوديه بتاعنا المطاعم السودانيه في غبيره وين وين، انتوا بتخسروا في قروش، لانه ضايع منكم حاجات بسيطه في البيزنس اللي بتعملوا فيه، وحنتكلم عن ده موضوع تاني. فقلنا نسرع بالقصة دي عشان نساعد بها اللي بنقدر نساعده ونبدا نطورها. ويمكن والله لولا وجودك يا سحر ما كنا نقدر تبش، وانت ربنا ذاته انت واحده من الناس اللي هم هاجرتي وتركت السودان، او انت كل شنو يعني فاكيوي اللي هم تركت السودان في ظروف الحرب دي، وبخبرتك الطويله دي استقدرت تنشط الموضوع ده سريع. لكن الفكره بتاعته بسيطه جدا، بتيجي في الصفحه الرئيسيه هنا، وطبعا البانرات والاشياء دي كلها عملناها نحن هنا والشغل ده، لكن بيتغير. يعني ممكن بدل ما اخذتين ساعه بيج بن تتغير يعني ده كل حاجات اعتبروها في الديمو. الكلام ده بيتغير كله، يكبى عربي طبعا، القصد انه هو اللي يكون فيه انجليزي، وضروري جدا يكون انجليزي، لانه عايزين نخدم بيه كل ناس البيزنس الموجودين في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا. لانه لما الليله عايزين نعمل لنا دعايه لمطعم سوداني في لندن او في ابردين او في ديمبرا او في برايتون، البيج يشتري منه، ونحن جارين في انه ما يبيعوا للسودانيين، يبيعوا لاي زول ثاني. الفيش ده بيشتري اي زول، يشتري منه امريكي بريطاني فرنسي. فالانجليزي حنعمله عشان يخدمكم. اخواننا واخواتنا في السودان اللي بيبيعوا مثلا، اخواتنا اللي بيبيعوا الثياب في مصر، الثياب السودانيه دي في لندن، ثيابنا السودانيه بيشتروها بتاع غربي افريقيا، دي ما بيعرفوا عربي. ليه ما نساعدهم انه يبيعوا ثيابه لناس غربي افريقيا دي؟ فاللغه الانجليزيه ما تقلقوا منها، بنقدر نغيرها، بتلقى عنه فكره هنا. الفكره بتاعته انه هنا بتيجي تلقى الستورز، تفتش بعدها مطاعم بتاع جزاره، اكل سريع، ناس ذول عنده بيزنس بتاع تصوير بتاع الاكل، في ناس متخصصين في انه يصوروا لك الاكل، ذول بيعمل بارتي بتاع تشيلدرن، واحد بيبيع كيك، واحد بيبيع كاندلز شموع، واحد بيبيع صور بينتينج، بيبيع جيولريز،
زول متخصص في الويدنج وهكذا. الاولى الدائره اقولها هنا كل الحاجات دي هتتكتب على بالعربي، لكن لو في بيزنس انت بتعمله ما مكتوب هنا ترسل لي تقول يا جماعه انا البيزنس بتاعي مثلا محامي انا، وانتم ما عندكم يا جماعه بيزنس بتاع محامي ليه؟ نقول لك جدا بياخد معانا ما اكثر من 7، انا حسبتها مع التيم بتاعنا ما بفوت 7 دقائق. 7 دقائق بنعمل الكرييت الكاتيجوري، 7 دقائق بنعمل لها كاستمايزيشن للكود وبتشتغل طوال التنزيل. يعني لو انت بتعمل اي بيزنس ما لقيته هنا قول لنا يا جماعه انا البيزنس حقي ما موجود عندك. يعني لو لاحظت هنا لحد اي حاجه زهور، في ناس بيدرسوا الدانس الرقيص ده في اوروبا طبعا، ما بعرف في السودان ممكن تلقوهم الدراي كليننج، في ناس في اوروبا عندنا في السودان انا بتوقع في برضه بيقدموا الشغل بتاعهم البيزنس بتاعهم بيعمل محاضرات كي كوتش يدرب الناس، ده بنسميه بيقدم محاضرات. في ناس متخصصين في الاورد سيرموني في البوكس بيكتبوا كتبك عايز تبيعها هنا، يعني اي حاجه ما تلقاها هنا احنا ممكن نعمل. دي نمره 2. نمره 3 لما تجي للستورز كل اول ما دخل الستور بتاعك هنا طوالي بيحصل له فلتره مع كل الكاتيجوريز اللي احنا عاملينها. يعني مثلا الخريطه دي هتكون قاعده، انت من هنا ممكن تجي تفتش بالخريطه تجي تقول والله انا داير لي في باريس مثلا، دي باريس هنا هذه، والله في باريس في مطعم سوداني، انا قاعد اسافر كثير مرات كثير ومش بسال. ممكن تفتش اي مدينه بعد ما الناس تدخل من كل العالم تقول والله انا في الحته دي داير لي مطعم سوداني فيه، طبعا ده اكثر حاجه تكون مرغوبه. ممكن تفتش بالستور نيم، ممكن تفتش بالكاتيجوري، والله عايزين ترافل ايجنت، عايزين بيعملوا كوكينج داير داير داير، وممكن تفتش بالعنوان وهكذا. وممكن تفتش عنهم بأول تو نيو، نيو تو أولد، بالريتنج. طبعا الريتنج ده حنجي له، يعني هسه زي ما حنشوف الليله المطعم الجميل اللي حيتكلموا لنا عنه ده بعد شويه، لما هو من اوائل الناس هسه ان شاء الله يكون من اوائل الناس اللي يستمتع بالخاصيه بتاع الستور دي. بعد شويه ممكن هو يقول والله يا علام انا داير كنت افتحوا الخاصيه بتاعه الريفيوز، الناس تكتبوا عنه وزاته لما يقدم لهم الخدمه في الطاوله بعد ما ينتهي يقول لهم لو عجبكم اكيد دي معهم مبسوطين مننا اعملوا لنا ريفيو هنا، مش هون يعملوا عنك ريفيو. الريفيوز دي كل ما تزيد بعد شويه الناس ممكن يقولوا والله في القاهره تمشي للمطعم الفلاني لانه عليه ريفيوز عاليه، الناس بيشكروه والاسر بتشكره وغيره وغيره وغيره. ده كله ممكن نعمله، ممكن الفاباتيكال ده كله بنقدر نعمل فيه اي حاجه. تمام. الحاجه الثالثه بنقوم عندنا حته بتاعت بلوكس، يعني هسه اي ذول دخل معانا ممكن بكره يرسل لنا بلوك يقول والله ده اكتب الحاجه دي نكتبها ننشرها، لانه القصد انه الناس تستفيد وتتعلم من بعض. يعني الليله حنستفيد ونتعلم من احد ابنائنا عمل له مطعم وناجح وربنا يزيده ويوفقه، ممكن يستفيد منه احد المطاعم اللي انا اكلت منها في الرياض. يعني حنسمع الليله من نجاح القصه بتاعت النجاح في ظروف الحرب يعني الغاتمه دي، ممكن يستفيد منه زول لسه في الرياض عنده مطعم يشوف سوداني زيه ونجح في انه يعمل مطعمه في القاهره ده كيف وهكذا. فممكن يكتب لنا بوست زول اكاديمي بتاع ريسيرش يكتب ده كله حنخليها. جينا هنا عملنا حاجه اسمها ريسورسز اللي هي دي اكثر حاجه حتستفيد بيها مننا. اليوم حنقدم لك ترينينج وكونسلتنسي في اي حاجه في الماركتنج ترجع لينا. الاربعه انا حاذكر لكم 4 ما حاذكر 5، حاركوا 4 بس كفايه. من الناس اللي قاعد حيدوا الكونسلتنسي دي بروفيسور سوني نوانكوا. سوني نوانكوا بريطاني نيجيري كان رئيس حتى في جامعه ايست لندن. سوني اول ذول يكتب عن التسويق في افريقيا، مشهور معروف، يعني انت كنت عامل له جوجل مثلا سوني نوانكوا. سوني ده اول بروفيسور في العالم يكتب عن التسويق في افريقيا، وهو من الناس اللي اسسوا التشارتر انستيتيوت اوف ماركتنج، يعني اول 8 تشارتر ماركتر هو. دي للناس اللي ممكن يدوك ادفايس. 1، عندك بروفيسور محمد علام ده ربنا يديه الصحه والعافيه، شويه يمر بظروف صحيه في كندا، ده من اشهر الناس في الاسلاميك فاينانس، قاعد مشهور يعني، هو بنغلاديشي وعنده خبره في السودان لانه زمان عمل بحوث عن وهو يدير بيزنس ما شاء الله ربنا يزيده في ايرلندا وغيره وغيره. عندك بروفيسور ناصر، ناصر ده كان وزير وزير الماليه في ليبيا، جبناه مره اتكلم عن كيف الاقتصاد السوداني يتطور وغيره. وحنجيب براكتيشنرز وحنجيب ناس، واهم شيء حنجيبه لك في الريسورسز دي الفيديوهات بتاعت اللغات، يعني اي ذول ناجح حنجيبه
احنا في لندن هنا بتذكر عندنا اخت انا اسمها هيام، انا بتذكر جاتنا مره في الجامعه، بسمع في لندن سمعتها ما شاء الله احسن زوره تصميم ثياب وغيره وغيره. ليه ما تجي هيام دي يوم توريك هي نجحت كيف؟ مش في انه نجحت في الثياب دي، لكن نجحت في انه تدير بيزنس ما شاء الله، تمشي الامارات تمشي وين اسس هي اسمها في مصر وغيره. الناس المشهورين ديل العمل مطاعم العمل والعمل واي ذول عمل بيزنس ناجح ده بنعتبره ريسورسز. تمام، عشان كسب للثمن عندنا تاني يوسفول لينك. اي ذول ما شرط يكون هو عضو معانا، رسل لنا قال يا جماعه يا اخي والله اللينك دي مفيده اضيفوها، نقوم ناخدها. يعني مثلا المينستري اوف انيمال هيلث كده كده حاجات كثيره، يعني مثلا سودان دارفور 2030 دي صفحه رسل لنا زول دي سايت هاز بين ديسيبل، ما مننا طبعا لكن نفترض انه كانت شغاله، انا بس حتى سريع اسلاميك. طيب الحلال ريسيرش كونسل فارمرز سودان بونسي دوك اللي نشوفه ما عارف شنو ما شغال دي للاسف، الصفحات حقت السودان معظمها بقت تلقاها ما بتلقاها شغال. طيب ايوه مالك سوليوشن جروب بكار رسل لنا، ما عارف ناس مالك ذاتهم ولا لا، دي شركه دي سودانيين ما شاء الله شركه محترمه جدا في كندا تهيالي، من ذاتهم حيجي يتكلموا لنا يوم وحندعيهم ليه لا يجي يتكلموا. احنا ما قصدنا ما يكون في كومبيتيشن بين الناس، قصدنا الناس تستفيد من بعض. يعني اي يوزفول لينك انت تيجي مره بيك ما عليك غير ترسله لنا بيه واتساب بايميل باي حاجه. طيب نجي نمشي لحته ثانيه دارين نساعد بها الناس، انك كيف تعمل ادفرتايزمنت. لو دايرنا نساعدك بنساعدك بهاي ديفينيشن ايميجز، لانه الصور لو ما بقت هاي كواليتي زي دي، دي امثله للصور اللي ممكن تطلع لك اللي احنا بنشوفها. يعني شوف الصور دي فيري كلير وفيري شارب، دي بروفيشنال فوتوغرافز، دي واحده بتاعت صالون عن الصوره دي معبره كيف. اللي هو السودانيات هسه بكره اللي غاد جاي حيكون مع كنداكا بتاعت بيهتموا بالتجميل، ما هو هذا بيوتي سنتر. شوف الصورة دي، ما هو البرودكتس حقت الكنداكا شنو، واحدة منه ومنه بيعملوا ليك مكياج وغيره وغيره. وأكبر بيزنس في بريطانيا عندنا الصالون والمكياج والحياة دي، ده قروش خيالية هنا في البلد دي. فلكن لما تشوف الصورة دي لأنه أخذها ميرفين، توفى ميرفين رحمة الله عليه، ميرفين ده شوف الصورة دي بروفيشنال كيف. يعني لما تيجي تتكلم ده البرودكت بتاعي، برودكت شنو خدم، أنا بقدم سيرفيس اللي هي هذه، ما هي السيرفيس طوالي أنت بتقع عليك. يعني الصور بتجذب الناس لأنه يفهموا. أصل العربية الماشية دي شنو؟ دي برضو صورة، ده زول عنده متخصص في الويدنج وهكذا، ده زول في الأنتيك في الشنط في غيره، الحاجات العلب، كنا نشوف الزول ده عانى ظهر لنا فجأة معاه وقلم ده شنو نشوفه، ده حنشوفه بعد شوية، دي الناس بتاعين ستيشنيرز وكلام زي ده وبيعملوا ديزاين وغيره وغيره. يعني ممكن أساعدك بأنك تعمل صور بروفيشنال. مبدئيا في إنجلترا هنا في اليو كي نمبر 1 بنقدر نقدم الخدمه دي فل لاي ذول عنده بيزنس في بريطانيا، اي كانه على البيزنس بتاعه. عندنا فريلانسرز فوتوغرافرز بالعشرات موجودين، والداير في يوروب ممكن برضه سهله، يعني انه يوروب من هنا الليله من قطر من هنا لباريس ساعتين ما تعمل، من هنا لبلجيكا ساعتين ما تعمل، ممكن طبعا اكيد حيزيد على المواصلات، وبالعكس الخدمه دي يستفيدوا منها الناس وهكذا. ظهروا لنا السودانيين قالوا لنا والله احنا فوتوغرافر وشواوا، نقول لهم جدا نفس القصه الفيديوز، والفيديوز دي يا جماعه مهمه جدا، عملوا دراسات كبيره جدا في التسويق وفي الاكاديميات حتى، لقوا انه اتليز 20% تدي زول حاجه يقراها، 20% غالبا هو يمشي لو اديته فيديو حيشوفه اكثر 20 مره تشانسز انه يشوفه مما يقرا لك. هسه ده فيديو عن مثلا بيكر شايفين، بتاع مخبز اي في عجام بيبيع خرابيط وفطار اي خبايس. البروفيشنال فيديوز يا جماعه مهمه جدا احنا بنقدمها. بذول بتاع اللحم جزار جزاره بتاع الحلال في بريستول، فدايرين ما في سبب في انه ما يكون عندنا حاجات زي البيزنس السوداني، ما في سبب. كلية بتاعت قرآن كلية زول هسه بصير تكون جاها مدارس كثيرة ممكن نعلن لهم بنفس الطريقة دي، كلية هسه كلية خاصة. We have established an institution here which is the institution of knowledge and it covers both the secular and the religious. لو لاحظت في الكلية
الفيديو بيبدأ بأنه يجيب لك المباني ويوريك قالوا دي كلية we have got في البيكر Islamic طبعا studies, بدلك we have got Arabic language and we have got at the same time A levels. So all those brothers and sisters who are interested بيعمل children parties. ترى في حاجات زي توجعنا الناس وهكذا. ده زول بتاع قروش او ويدنج فينيوز لو دايرين. فالمهم دي ايزي بنوفر لك فيها خدمات كبيره جدا جدا عند ناس كثيرين اللي ار فيري بروفيشنال. طيب عشان نكسب الزمن ايوه بس حاجه سريعه, انا في ناس سالوني من الحته دي قبل كده, لايف كوتشنج زول بيدرب الناس. Hi and welcome. I am Dr. Danielle here at Vitgevity.com with today's latest tips of obtaining power for life. Today, we are going to explore the amazing machine. يعني البيزنس بتاع الأستاذة دي بيتعمل كوتشنج. طيب ده زول بيعمل الماركيوز دي, واحد بيعمل فاشون ديزاينر, سوبر ماركت, هوليدي بروبرتي. ايوه في مصر ما شاء الله عندكم كمية من السودانيين المسكين العقارات. دي الحاجة الثانية بنقدمها. الحاجة الثالثة كونتاكتس. بس نجي للحتة المهمة, أنا حاجة حخليها للسحر لكن داير أقول بعض الحاجات هنا مهمة جدا. البلاتفورم ده يا جماعة معمول لأنه يخدم أهلنا في السودان, ومعمول لأنه يساعد الناس. الدخل الليلة 500 جنيه كان بيقعد بالمصري ولا بالاسترليني بيفقد 500 تانية لأنه ما بسوق لنفسه صح. احنا دارين نساعده انه هو ال 500 الثانيه دي ما تضيع منه. هسه اخونا العزيز اللي حيتكلم لنا عن مطعمه ده انا متاكد انا حاقعد معاه, يعني هو من اوائل الناس اللي دخلوا. و انا كبير ما كنت اقول لك, لكن اقول لك انا شخصيا بيرسونال عايز اتبرع لك من وقتي الخاص داير اساعدك, لان انت من اوائل الناس اللي اقتنعت بالستور ده وجيتنا. انا دي هديه مني لك, حاتكلم معك بالزوم 1 تو 1 بس ودي لي الكاميرا دي, ولو ربنا مد في الايام جيت في القاهره حاجيك واقعد معاك. والله اقعد معاك مطعمك داير يكون احسن مطعم عشان بعد بكره نعزم لك المصريين زملائنا دي اللي ياكلوا عندك. طيب دارين نخليك تزيد انتاجك, والما قادر استرجلي ما قادر يجيب حاجه دارين نساعدك. ثلاثه الحاجه الجميله في البلاتفورم ده ما في زول حيشيل منك ولا سنجل قرش من اسعاره. بتبيع كوبايه العصير دي ب 5 جنيه بيعها ب 5 جنيه, يعني ما زي امازون النذر انك تجي تجيب بضاعتك هنا ويبيعوا لك ويدوك فيها الحته الصغيره دي. لا الخدمه دي موجوده وحنحاول نقدمها ياس, لكن ما دارين نبدا بها هسه. لكن الغرض انه اللي تمشي تبيع حاجتك ويشيلوا منك النسبه الكبيره, ونحن ممكن نسهل لك بالربنا قسموا لنا من معرفه ده انك انت تستفيد من حاجتك دي اكبر قدر. فعملنا القصه انه في الاول يعني انت شيل كل قروشك, لكن كمان الخدمه دي هتتقدم لك لازم يكون على لانه على السيرفرات دي غاليه جدا ايجارها. الناس الشغالين هسه انا بتكلم معاكم عندنا تيم قاعد في الهند قاعد شغالين, الجرافيك اللي بيتعامل ده بيعملوا تيم, دي كلها حاجات فيري اكسبنسيف. طيب لكن الغرض انك تستفيد باحسن شيء, وانا اتمنى اخواتنا كمثال اللي بيبيعوا مثلا العطور والاشياء اللي بيبيعوها اقول في مصر, ليه بكرة ما يبيعوا في لندن ويبيعوا في إيرلندا ويبيعوا هذا الاتحاد الأوروبي ده كل الزول الداري يخش فيه ويدخل فيه بعد أي مشكلة سهل جدا. ليه ما يقبل فيه بروفيشنال؟ ليه ما تخش البرودك حقتنا دي جوا المحلات الكبيرة في بريطانيا؟ وأنا بالليلة لكن ما ححرق لكم الكريت داس إن شاء الله قريب دالين فيه, عندنا شاب سوداني, شاب سوداني ده الديزاينات حقته دخل في أكبر محل في أكسفورد ستريت اللي هو أكبر شارع للتجارة في بريطانيا أو في أوروبا كلها. هذا الشاب السوداني ديزاينات ودخلت أكبر محل في أكبر شارع في أوروبا. ليه ما تخش الحاجات دي هنا؟ ليه المطعم في مصر ده ما بعد شوية تطور ويجي ناس يستثمروا معاه ويبقوا أكبر مصنع وهكذا؟ فده القصد. الحاجة المهمة تاني اللي أريد أتكلم عنها سعر حتذكرها, دارين نساعد
الناس الفعلا هم struggling، دارين يأكلوا ويشربوا أولادهم بحبة البيزنس اللي بيعملوه. أنا زمان قبل يمكن 15 20 سنة جاي أتغدى معي زول في البيت، اتصل علي عن طريق دكتور في جامعة السودان وجاي هنا يحضر الزمالة بتاعت المحاسبة دي الـ ACCA، وبتكلم بالتلفون أنا في برايتون. قام يوم بعد ما خلص قال لي خلاص أول ما خلص بيجي جاني في البيت وتغدى معي وقعد من غير ذكر الأسماء، فبنتونس. قلت له انت من وين؟ قال ونس يعني، انت زول ما بتعرفه، انت من وين اولاد وين؟ قعدت الونسه بقت كلها انت من وين واحنا من هنا وانا من وين وين. الزول اللي قام بكل فخر واعتزاز وكلنا نفتخر واعتز بامهاتنا الله يرحمهم، قال لي يا علام انا واربع اخوان واخوات ربتنا امي بالصينيه بتاعت الاكله كان بتبيع باقي قدام البيت. يعني هو بعد عمل الاي سي سي اي دي اتليست بياخذ 8-7000 دولار بالمية، لانه بقى محاسب قانوني والله هذا اللفظ. قال لي يا علام انا واربع اخوان ربتنا امي لحد ما تخرجنا بتبيع اللقل قدام البيت، وانا بعرف واحده بمشي بشرب عندها الشاي في مدني كنت بمشي انا وابوي الله يرحمه، دي ربت اولادها كلهم دخلته هندسه ودخلته غيره بتبيع الشاي في السوق الشعبي. ديل دارين نساعدهم، دارين نساعد ناس ذول فجاه ذو جامعات بقت اولادها يتمه اضطرت زي دي، مش دارين نساعدها ونقول لا والله يدفع لك رسوم، لا دارين نساعدها ينفل باي حاجه. دي الحته اللي هو اي زول حتى داير يخش معانا في الباب بتاع السوشيال انفستمنت ده صدقه، لكن تكون تفيد الناس ديل يس. فكله عامل له جروبس، لو دخلت بعدين سعر حتشرحهم كل الجروب دي. عندنا في لندن هنا اخواتنا بيبيعوا مثلا، بيجوا في محلات السودانيين يبيعوا الاكل ويبيعوا الكسره والحاجات دي، اللي هي انا بشوفهم لو الواحدة فيهم في الشهر في الأسبوع بتدخل لها أقول 200 جنيه، أنا شايف بعيني دي إنه ممكن يدخله 500 جنيه. أنا شخصياً شايف ممكن يدخله 500 جنيه، وأديكم حاجة واحدة بسيطة. لو أنا ببيع أكل في لندن دي أو بعمل كسرة وبعمل ملاح وبعمل فسيخ وما بعرف، ده بس كمثال بسيط. تخيل أخواتنا دي معظمهم زي تارجت الدفرة الليس بروفيتابل كونسيومر، يعني بيجيبوا حاجاتهم دي وين؟ في المدارس السودانية، في الجالية السودانية، في حتة اللي بيكون فيها منو بيكون فيها علام وزوجته وأولاده فلان وأولاده. الناس اللي ممكن يشتروا منك أكتر هم العزابة وليس الأسر. أول حاجة، ما أنت لو بتبيع فسيخ ولا بتبيع كسرة علام بيشتري منك لأنه أسرة صح، لكن 60% ممكن علام وزوجته في البيت يقدروا يطبخوا الحاجة اللي أنت بتبيعها دي، لكن العزابي ما بيقدر. يبقى زي دي احنا ممكن نقعد بالراحه نوريهم السوق بتاع العزابه الكتير جدا في لندن، انت كيف تتارجت. والكسره دي انت ما هتلاقيهم وين، ما حتقدرين، حنوريها انه الكسره دي ممكن توديها لهم بالبريد. انا والله علام قاعد عزابي على بعد ساعه من لندن، ما ممكن اجي من برا راكب لي 40 دقيقه قطر عشان اجي لندن اشتري لي كسره بخمسة جنيه وارجع. في طريقه اوصلها له وعندها طريقه تحفظ، لكن لانه انا قاعد برا هنقول لي يا فلان لو الكسرة دي بخمسة جنيه انت ادفع فيها 8 جنيه، هقول لي 3 جنيه زيادة، هقول لي ونعم. لانه انت لو هتجي من محل انت قاعد ده لحد ما تجي سنترال لندن تشتري من اخوتنا دي هتخسر لك قريب 12 جنيه قطر ماشي جاي. انا ماشي الجامعة بس ب10 جنيه، هذه الجامعة جوا نص البلد. يعني ده ماركت قوي جدا للناس اللي بيبيعوا اكل مثلا، وهكذا وهكذا وهكذا. انا ما عايز استرسل كثير، لكن لانه سعر حتواصل في نفس الموضوع، أنا بدعو أي شخص إنه وخاصة إنه فيه حاجات كثيرة حتشوفوها من الأول يتواصل مع سحر. وسحر ما شاء الله ذول عنده خبرة بتاعت ماركتينج، ما أدري أشكرها قدام الناس يعني، لكن ذول عنده خبرة بتاعت التسويق قوية جدا وخبرة مؤسسة يعني أكاديميا ومهنيا. وأنا بوقف فينا يا سحر، وبعد لو في أي أسئلة رسلوها وأنا حامشي أقرأ وحاقرأ برضه في الفيسبوك لو في أسئلة وخليك تواصل. تمام، شكرا كثير يا بروف، ربنا يديك الصحة والعافية. طيب معانا زي ما قال بروف علام من قبل شاب سوداني ما شاء الله، يعني احنا زي ما بقوله بنعتبر انها هي دي قصة نجاح. ليه؟ عشان الشاب السوداني اللي معانا اللي هو السيد عمر العبد بدأ from scratch بعد الحرب، ودي أهم point اللي هي فيها challenges كثيرة. فنرحب بك يا عمر، وأحكي لنا كده عن البزنس بتاعك وكيف أنت أسست البزنس ده، والاسم أول حاجة بتاع البزنس بتاعك،
والاسم والفكرة جاتك من وين، وبعد ذاك نشوف التحديات اللي واجهتك شنو عشان تأسس البيزنس بتاعك برا السودان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم مرحبا السلام. بك صاحبي، مرحبا بك يا دكتور علام. حقيقة أنا سعيد، يعني كل السعادة إنه أنا أكون معاكم الليلة. قامات إن شاء الله يعني ظروفها، و يعني قدر ما الله يدينا نستفيد من منكم، يعني يا ريت ما تأخروا علينا. يعني انتوا ناس في مجالاتكم ما شاء الله يعني، وربنا زي ما بيقولوا يزيد الهم من البلد ويرحم الشهداء جميعا، شهداء السودان وشهداء فلسطين، ونرجع بلدنا سالمين وامنين زي ما كنا ان شاء الله. وبالنسبه لل بالنسبة للبيزنس، بدينا وهنا نحن بدينا مشروع مطعم إسلام. هو أول ما جات الحرب، زي ما زينا وزي باقي الناس، مرقنا من البلد وخلينا زي ما بيقولوا كل ما نملك وجينا هنا، لكن في النهاية ده واقع ولازم الناس تتعايش معاه يعني. فكان لازم إن الناس تفكر بصورة جادة إنها تشوف حاجة تقدر تشتغل، تدخل حاجة تعيشها في أمان ومستورة الحال في بلد غريب عننا يعني. فكانت الخيارات قدامنا محدودة لحد ما، تحدى رأس المال وتحدى الخبرة وتحدى المنافسة تحت السوق المصري يعني. فالثلاثة حاجات دي كانت قايدانا في اتجاهات محددة يعني، يا إما الاستثمار في مجال المطاعم أو في مجالات تعليم أو في مشاريع صغيرة يعني. لسبب القوة بتاعت السوق المصري يعني في معظم الحاجات، سواء كان في التجارة أو في الصناعة أو في البروجكتس، دايما بتحاول تشوف الأقرب ليك وبيوصلك لهدفك بصورة سهلة يعني. فبدأنا بمشروع المطعم الحمد لله، وكان الاسم جاي من إسلاند اللي هو إشارة للسودان يعني، إس دوت لاند سودان لاند. أي نعم الاسم دلالته بترجعك للسودان، لكن برضه كنا حريصين جدا إنه إحنا ما نحفر نفسنا في فئة معينة من الزباين من ناحية تجارية يعني. فبالرغم من إنه الاسم كان دلالته للسودان، لكن العمل بتاع المطعم والتوجه بتاعه والمنيو بتاعته هي شاملة للأكل السوداني والأكل المغربي أو الأكل الشرقي يعني. واحدة برضو من التحديات كانت إنه المجال ما مجالنا، لكن في البيزنس عموما بعد التوفيق بتعتمد على النو هاو وعلى التمويل. فكان عندنا الحمد لله شيء كبير من التوفيق، لكن صوت شوية يا عمر. آه بس حتة الصوت شوية كده ممكن نزيده. أيوه أوكي واضح تمام كده ولا؟ كده تمام شديد. تمام. تفضل. فقلت لك بالنسبة للخيارات الكثيرة بنقللها بأسس معينة للاختيار يعني. فكانت الاختيار للمجال بتاع المطاعم هو القريب لنا، لأنه
المنافسة فيه ما بمنتجاتك سهلة، يعني أسهل من باقي المنافسة في باقي الحاجات الثانية. ف طيب يا عمر، يلا كلامك صح فعلا، انه منافسة ممكن تكون هي كمجال، يعني انت شفت انه الأقرب او الأسهل وكذا. طيب كيف قدرت تتميز في مجالك؟ المطاعم السودانية في مصر او في القاهرة تحديدا كثيرة، وانت ما شاء الله في فترة وجيزة اتميزت جدا وتعرفت جدا، فشنو هي الحاجة اللي خلتك انت از اسلاند تتعرف بصورة أكبر وتتميز غيرك عن المطاعم اللي هي لها سنين قاعدة في القاهرة؟ والله حقيقة هو أنا بسميه توفيق ما تمييز، يعني إن صح ده التعبير يعني. ده توفيق من رب العالمين في المقام الأول. والموضوع ده معتمد تماما على الاهتمام بالحاجة اللي أنت بتعملها والتركيز فيها وتعملها بالطريقه الصح. يعني زي ما قلت لك جبال، هو اي بيزنس بيعتمد على التمويل والنو هاو والتوفيق. فالتوفيق ده ربنا بيديه للدول على حسب نيته، على حسب دعواتهم زي ما بيقولوا. لكن الله يديها العافيه، الوالدة كان عندها دور كبير دور كبير. لكن على ربنا الحاجات يحفظه. الله يديهم امين. الحاجتين دول الثانيات اللي هو التمويل والنو هاو مهمات شديد. فموضوع التمويل ده يزول قدرته. المعرفة الناس استعانت بخبرات الحمد لله في المجال ده، وما حبت تمشي في المجال برعونة براها. والاختيار كان موفق إلى حد كبير في الإدارة وفي التيم وفي يعني لحد العمال والمتابعة معاهم والمحافظة على الجودة بعد قياس الجودة. يعني دي أهم حاجات احنا كنا وما زلنا، وإن شاء الله ربنا يقدرنا نظل إننا محافظين عليها يعني. إن شاء الله يا رب. طيب يا عمر، قبل ذكرت حاجة مهمة، إنه فعلا في تحديات كثيرة واجهتك كونك أنت بادي في سوق مصري زي ما بيقولوا المنافسة فيه عالية جدا جدا، فأكتر حاجة أنت واجهتك كصعوبة كانت شنو؟ يعني الحاجة اللي خلتك أنت مثلا ممكن ترددت كذا مرة إنه أمشي يا ربي في اللاين ده في المجال ده، ولا لا أغير رأيي لحاجة تانية؟ والله بكل صراحة أكثر حاجة كان أنا شوية متخوف منها موضوع منافسة السوق المصري في جودة المنتج. لأنه أخواننا المصريين ما شاء الله يعني عندهم متميزين بالحرفية الشديدة في حاجاتهم، يعني بيعرفوا الحاجه تمام وبيعرفوا يوفروها باقل التكاليف. فكان اكثر تحدي انا واجهني وكنت خايف من انه هو يعني يجي في عسره، موضوع انك تطلع منتج جيد وبتكلفه مناسبه عشان انت تقدر تبيع المنتج الجيد ده. وخاصة انت بادي الحاجة دي يعني في براندات مثلا لأنها معروفة وجودتها معروفة، فبتكون عندها مساحة في انها هي تعرض حاجاتها بأسعار باعتبار انها براندز، وتكون والناس عارفة انها هي مستاهلة الأسعار العالية بتاعتها. فالتحدي بالنسبة لنا كان نحن كيف نقدر نطلع الجودة بسعر مناسب، ونحن لسه ما وصلنا اننا نبقى اسم ومعروف بجودته، وبالتالي ما بيكون في خوف عليه اسعاره عاليه او ما عاليه. فده اكبر التحدي، لكن الى حد ما الحمد لله التزمنا بموضوع الجوده وضحينا بموضوع السير الى حد ما. بعد ذاك لقدام بيحصل الكوريكشن يعني ان شاء الله. لا لا إن شاء الله. طيب يا عمر، ممكن تحكي لنا عن منتجاتك اللي بتقدمها شنو في المطعم؟ نحن زي ما قلت لك قبل، المطعم هو طابع سوداني
إلى حد كبير، فبنقدم الأكل السوداني الشيا الصاج والشيا الجمر والأقاشي والفول والطعمية السودانية اللي هي الطعمية البكبكبي، هنا اسمها الحمص، وسلطة الدكوة وسلطة الفول السوداني والسامبوكسة زي ما كنا بناكلها في لذيذ. فدي ده الجانب السوداني من المنيو. وبعد ذلك في الجانب المصري أو الجانب الغربي عموما، اللي هو البرجر والتشيكن كرانشي والتشيكن جرين والستيك. فالمنيو متعدد، دي واحدة برضه من التحديات كانت، إنه كل ما كبر المنيو طبعا كل ما المحافظة على الجودة بقت أصعب. صح لكن بالضبط. بالضبط يعني، فزي ما بس الموضوع تركيز، كيف أنت تقدر تركز في حاجتك وتجتهد، وربنا بياخد بيدك يعني. إن شاء الله. طيب يا عمر، شنو طرق التسويق المختلفة اللي انتو اتبعتوها عشان تعرفوا الناس بالبزنس بتاعكم؟ يعني الناس عرفتكم كإسلاند كيف، وبياتوا طرق انتو استخدمتوها عشان تقدروا انتو تشهروا المطعم بتاعكم او انه تتعرفوا بصورة مميزة وكده؟ معلش، دي برضه كانت واحدة من التحديات الجبال أنا ما ذكرت عليك، اللي هو موضوع اوكي. التسويق ده. وانتو ولا يفتى وما لكم بالمدينة يعني. لا زي ما قال لك بروف علامة، ان شاء الله خلاص يعني هو حيتولاك ده. ان شاء الله ما بنقصر معاك. الله يديك العافية. الله يخليك. فصراحة كان أول ما بدينا قعدنا مع بعض وعملنا ورشة صغيرة كده محلية بتاعت ناس مبتدئين في التسويق زي ما بقول. فلقينا إنه أقرب حاجة لإنه توصلنا سريع في خضم السوق الحامي ده، المنافسة العالية. المنافسة العالية دي، يعني التجربة العملية يعني. أي نعم، في شغل بتاع الفيسبوك، في شغل بتاع الصفحات، سوشيال وفي ميديا. السوشيال ميديا والتيك توك وكده، لكن أقرب وسيلة لأنك أنت تصل للزبون، إنه هو الزبون ده السودانيين بطبيعتهم والناسين يعني الورد اوف ماوس، هي الونسة. فابتعدنا في انه نحن نصل اكبر قدر من الايفنتس يعني في الفتره الاولى دي. وصادفنا الحمد لله كميه من العصابات بازارات، لو متابع الفتره اللي فاتت دي كان في كميه من البازارات. البازارات صح. ايوه فكنا بنعرض نفسنا يعني، لو جبلونا ولو ما جبلونا بالقوه زي ما بيقولوا، بنمشي نطلع محل نقعد. كويس. طيب ايوه، ونجيب بشواياتنا والمنتج بتاعنا بيصل للناس بصوره مباشره يعني. والسمع ده بيظهر يعني، ما محتاج يغيرينه يضوبوه يعني بعد ذلك. بالضبط. فدي كانت عملت لنا زي ما بيقولوا الورد اوف ماوث او الدعايه، وريت الناس يعني. وريت الناس طيب بصورة عملية. كويس ممتاز. والكوميونتي زاد لحسن حظنا في مصر يعني ضيق يعني، الناس كلها بتتعارف، الأهل كده، الأصحاب، المعارف. فالأصحاب، المعارف، وما دام الجودة موجودة الاسم الباقي كله بيصل. هين. لا إن شاء الله والله بالتوفيق وبالزيادة. طيب يا اللهم آمين. عمر، نصيحة أنت كشاب سوداني ناجح وزول يعني واجه التحديات، الموضوع ما كان سهل زي ما في ناس كتار مثلا بيتخيلوا إنه والله الموضوع ده كان سهل، لأن ده عمر ما مشى فتح لهم مطعم يعني مثلا، فنظام القصة ما صح. يعني الناس بتشوف من برا الحاجة الظاهرية، ما بتكون متخيلة التحديات كانت صعبة قدر شنو.
والزول عشان يقدر هو يتميز عمل شنو ضحى بشنو، زي ما بيقولوا أكيد في تضحيات كثيرة برضو الزول قدمها أو عملها في النهاية عشان تستاند أوت برضو في الماركت وعشان يتعرف بصورة ممتازة يعني. فنصيحة أنت بتقدمها كشاب سوداني للشباب السودانيين الدايرين يبدوا بيزنس، بتنصحهم بشنو؟ وإحنا عايزينك يا عمر يعني أنت بتكون بالنسبة لنا زي الرول موديل، إنه بتنصح كل الشباب السودانيين يستفيدوا من تجربتك، يعني الناس تشوف الحاجة الكويسة والممتازة اللي أنت عملتها شنو، وفي نفس الوقت أنت بيكون أكيد عندك من التجربة بتاعتك listen learned، بتكون في دروس أنت تعلمتها، فنحن دارين الدروس المستفادة من تجربتك دي ننقلها للشباب السودانيين، بحيث إنه أي زول داير يفتح في نفس المجال بتاعك زي ما بيقولوا منافسة شريفة يعني، يكون برضه هو بياخد الحاجات دي يخدها في حساباته أو يخدها في باله يعني. فتحب تقول شنو؟ والله هي بصورة مبدئية، المجال مليء بالتحديات ومليء بالمشاكل، لكن اللي بقدر أقوله للشباب إنه التارجت بتقدر تصل وبتقدر تصل ما دام عندك العزيمة والإصرار إنك تصل. يعني البصيلة والنفسي أولا وقبل كل حد، إنه الناس ما تركن وما تيأس. يعني أنا بس لو سمحت لي مثال بسيط أضربه اتفضل لك، امبارح القريبة دي يعني من غير ذكر الأسماء، لكن الدرس ده مهم. يعني كان عندنا طلب لدليفري في حتة بعيدة شوية من المطعم، والطلب بسيط، يعني كان سندويش فول وسامبوكسة وسندويش طعمية. فقام الدليفري في المرة الأولى اتأخر والطلب ما وصل بدري، فالزمن لما يطول على الأكل طبعا بيدبل كده، يعني ما بيصل فريش زي ما هو. فوصل بعد زمن طويل جدا، فوصل للكاستمر، والكاستمر رجع بكومبلين انه يا اخي الحاصل ده ما كويس، ونحن كنا متعودين نطلب منكم حاجات وليه الحاصل ده كده. فاول حاجه كان انه نحن نتقبل النقد ده، ودي حاجه ضروريه بوصلها لكل زول، يعني سواء كان زول كبير في مجاله او صغير في مجاله، ما في زول كان يعني. فالناس اتقبلت المساله دي واحتذرت، وكان كومبلمنتري بالنسبه ليها انه نحن وعدناها بانه نحن الاوردر ده هيجيك اليوم الثاني وعلى حساب المحل وكده. فمشى الموضوع على كده، سبحان الله الاوردر لما جه اليوم الثاني عشان نوديه كان عندنا مشكله برضه، فما قدرنا نودي الاوردر للمره الثانيه يعني. لا عوارضكم كثيرة. الموضوع ده كان كارثة، كان كارثة تماما يعني بالنسبة لنا نحن هنا، وديناه زمن لأنه ما قادرين نرجع نقول شنو يعني. فأدينا زمن كافي لأنه نحن يعني نظبط أمورنا، وموضوع الدليفري بتاعنا يكون يترتب وكده. وكنت بعد ذاك الاداره طردني انا، قال لي بعدين احنا ما بنع ما عندنا حاجه نقدر نقولها يعني حاجه بعدين الا انت يعني في الحق. فمشيت انا ضربت عليهم، وسمعت ما يعني كلام يعني زي ما يقولوا صعب، كلام صعب شديد يعني. لكن برضه بنفس الغدر، انت لما تكون عارف داير شنو ومصير عليه، انه انت الموضوع ده بالنسبه لك موضوع ما موضوع مادي، يعني موضوع نفسي اكثر من انه مادي يعني. فرضا الزبون، خاصه انت بتقدم خدمه للناس، وخدمه للزباين، وبتعامل في البابليك، فانت لازم يكون عندك سورت اوف تحمل شديد يعني. فتحملنا الكلام، ولانه هذا الكلام كان عن حق يعني، قلت له والله يعني لو في محلكم كان قلت اقعد من كده، لكن
لكن احنا ما بنيأس، لانه لو الموضوع ده مشى وخلاص معناته احنا فشلنا في اننا نودي اوردر ببساطه دي. فجزاهم الله خير، جيب له دعوه للمحل، يعني هم ذاتهم كاسره جو المحل وتشرفوا وشرفنا بيهم وطلعوا مبسوطين اكثر مما كان حيكونوا مبسوطين لو الاوردر الاول وصلهم بصوره مرضيه يعني. فدي الدرس المستخلص من الموضوع ده، بس انه الناس ما تيأس والناس تكون صادقه في انها دايره تصل للحته المعينه دي وبتصلها ان شاء الله يعني. ما في سبيل ان شاء الله والله. طيب يا عمر، دعوه من ايسلاند للسودانيين المقيمين في القاهره، بتحب تقول لهم شنو؟ رساله منك للسودانيين المقيمين في القاهرة، وورينا المحل بالضبط وين برضو عشان الناس تقدر تصل بصورة سهلة إن شاء الله. إن شاء الله السودانيين المقيمين في القاهرة والبر القاهرة، نحن في انتظاركم مجديا يعني، وربنا يجعلنا عند حسن ظنكم، ربنا يرجعنا كلنا يعني مطعمنا وأهلنا ومدارسنا ونرجعها هناك ونفتحها هناك في بلدنا بعد ما ربنا ان شاء الله يزيل عن الهم يعني. مطعمنا في عمر لطفي مع تقاطع عمر لطفي مع احمد ابو العلا، مدينه نصر الحي الثاني. الناس حاولنا نقدم تجربه وان شاء الله تكون عند حسن الظن ونالت اعجابكم، و ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير يا عمر، تشرفنا بك، وبجد يعني انت مثال لشاب سوداني برغم من التحديات والظروف الصعبه، خصوصا بعد الحرب، انك انت جيت واصريت زي ما بيقولوا انك انت تقدم خدمه، وما شاء الله يعني تبارك الله بجوده عاليه جدا جدا، وقدرت تستاند اوت يعني بالرغم من المنافسة الصعبة في سوق صعب زي السوق المصري. فربنا إن شاء الله يوفقك يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما الناس تجي عندك بصورة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. تسلم يا عمر، بروف علام، أرجع عليك تاني. والله أنا صراحة كنت مستمتع جدا بالجزء يعني بالحوار ده، وصراحة ما شاء الله والله ربنا يوفقك يا عمر. سبحان الله، انا بكتب هنا يعني هذا والله كنت بكتب، قلت شايف بعدين يعني اعلق عليهم، ما اعرف ظاهر لكم ولا لا، شايف لو قريت لكم بالعربي: السرعه والجوده في الوقت، السرعه والجوده وانتاج الحاجه في وقتها، والمرونه والتكاليف. سبحان الله، ما انت كنت سالتني قلت ليه لا، قام قال لك دقيقه اقول لي قبل ما انسى. سبحان الله، قام يتكلم عن اثنين او ثلاثه منهم، فانت ما اظن يعني ربنا يزيدك يا عمر، لكن هو فرصة نستفيد منها برضو. نقول في قالوا خمس حاجات قاعدين نقريه في إدارة التشغيل، يعني زي المطعم ده في خمس حاجات بيسموها الفايف بيرفورمانس انديكيتورز، خمس حاجات مفروض صاحب أي عمل بالذات المطاعم دي يعني بتكون فيها صعبة جدا، يتأكد إنك لازم كل يوم لما تقعد مع الموظفين بتاعينك والعمال اللي شغالين معاك تتذكر إنك أنت دارت ميك شور الخمسة ديل شغالات صح. الخمسة ديل بالإنجليزي بيقول لهم فايف بيرفورمانس انديكيتورز، يعني بينقيس بيهم الاداء، بالعربي اللي هو خمسه من عوامل تقييس الاداء. اليوم انا حاولت اترجمه من قبل، هو بيتكلم واحده منهم السرعه، يعني لما الزول يقعد عندك في المطعم قال لك جاوا الزول قال له طلباتك شنو، قال له عايز كبده، عايز فول، عايز غيره، تجيب له الحاجات دي باسرع وقت ممكن. وطبعا السؤال اللي قاعد اساله دائما للطلبه بقول لهم البيتزا لما تمشي بيتزا هات مثلا في بريطانيا هنا، مفروض مما انت تقعد لحد ما يجيبوا لك البيض يخطوها قدامك، تتخيل الوقت بمفروض يكون كم؟ بتراوح ما بين 9 دقائق ل 16 دقيقه، يعني مفروض تقعد جاك قال لك داير شنو والله داير بيض كده كده، في 9 ل 15 دقيقه يجيبوها لك، دي اسرع حاجه ممكن تحصل. لكن في العاده بتاخد مرات 45 دقيقه، تلقى انت قاعد وقاعد وقاعد وقاعد. فدي عشان كده بتجي الحته بتاعت السرعه اللي قلنا اسمها السبيد. اثنين، بتجي الجوده، وكلمة الجودة دي إنه أكلك ده والله ما يجيب لي ذول تسمم، ما يكون فيه ضار وغيره. يعني كلمة الجودة مش معناته هو أنه تقول والله جودته عالية، جودته عالية دي إنه مطبوخ بطريقة صحيحة، البهارات اللي فيه موزونة، لو في حاجة فيها ألرجي بالذات زي الفول السوداني ده، بالناس قاعد أعمل لهم ألرجي باي زوي، التوم الجارليك ده قاعد أعمل لناس برضو ألرجي وخطيرة جدا اللي يدي حبوب وحاجات زي دي.
فانت تكون حياتك دي كلها عامله صح، بيجي بعد ده حاجه تانية اسمها في الوقت الدائر الزبون، دي بالانجليزي بيقول لها ديبندابيلتي، يعني شنو في الوقت الدائر الزبون؟ انا جيتك الساعه 9 اقول الست عندك في الغير، انا جيتك في المحل اللي هو وقت يعني وقت، قول العشاء بيبدا من 7 ونص 8 قول في مصر 9، ما تقوم تقول لي والله يا اخي يا احمد انت جيتنا وقت الزحمه وقت الذروه بتاعت زحمتنا، انا ما عشان الذروه دي جيتك، انا نفسي اكل في اللحظه دي، فدي بسموها في الوقت اللي انا عايزه، انت تقدم لي الحي في الوقت اللي انا دايره. فانت كل يوم كمدير او صاحب المطعم ده ان شاء الله انا بتكلم معاك برهانه، لو تكون عندك زي شارت خدتيها كل يوم تراقب الخمس حاجات دي يا عمر او اي زول بتاع مطعم، تراقب انه هل انا هو بسرعتي كل يوم اما ما يقعد الزبون ده طلب الوجبه بتاعته بيجي والاكل ده بياكل فيها زمن عديل 5 دقائق 10 دقائق، وتجي بعد ده تقول والله كيف انا اقدر اقلل الزمن ده، انت بتكون قاعد انت ناسك شغالين لكن انت بتكون بتراقب في الخمس حاجات دي، انت عايز اي زول مما جه خش اسرع طريق وقت ياكل بيه والاكل والجوده، يعني ما يشتكي منك زول يقول والله الملح كثير ولا الشطه كثير ولا غيره ولا في توم وما كلمتوني وغيره، وبعد ده حيجي في الوقت اللي هو داير. الحاجه الرابعه اسمها الفلكسبيليتي اللي هي المرونه، يعني تكون مرن انت، يعني مثلا زول طلب حاجه مثلا في زي الفلافل دي عندنا في انجلترا هنا او في الخليج برضه شفتها، بيقول لك داير سندويتش ولا دايره في صحن، مثلا في سويسرا مره بيقول لك الطلب داير شنو، الطلب سعر واحد، بتذكر في سويسرا دي بيقول لك 16 بذكر 19 يورو تطلب اي حاجه، يا ما اعرف سلطه يا فلافل يا ما بعرف شاورما ومعاه تاخذ درينك، الزول ده كان فيري افيشنت مصري هو، قول انا شيلته كطلبته قلت لك اديني طلبي ده كساندويتش مثلا وشيلته جبته لي انت في الترابيزه اتفضل وقعدت انا واديتني العصير بتاعي، انا جاتني رغبه والله داير اكله كصحن، بدل ما افتحه انا واقعد بيدي لو قمت رفعت لك يدي قلت لك لو سمحت يا ممكن تحوله لي لصحن، انت يكون عندك المرونه بانك ما تقول لي لا انت ما قبلت سالناك وقلت والله داير ساندويتش، مشكله انا غيرت الرايه بدل ما تخسرني زي ما انت كنت هسه كلامك الجميل ده، تعمل العمليه دي تكون عندك مرونه في الحياه. فانت كل يوم يا عمر لما تقعد مع موظفينك ديل اللي اتعلمته امبارح تستفيد منه تديهم بكره، دائما بتاع المطعم بيكون عنده وقت كده بيكون ما في زحمه بيقعد مع موظفينه وعماله ديل بيخط الشاي والقهوه وبيوصل لهم المسج دي بالراحه من غير ما يقول لهم يا فلان انت امبارح الزبون لما قال لك الساندوتش ما دايره دايره في الصحن ليه انت رديت لي وكده، لا بيقعد بيقول لهم يا جماعه كده وكده وكده، قال لك التدوين يا سلام دكتور معاويه واحمد حسين. الحاجه الخامسه الكوست، بقى هنا بتجي الاشكاليه دي اللي احنا بعدين قاعدين نركز فيها شديد جدا جدا، يعني عندنا في بريطانيا هنا في لندن، معلش بضربكم امثله من لندن لانه انا عايش هنا 30 سنه، اخواتنا السودانيات مثلا بيبيعوا البسكويت بتاعنا ده والخبايز دي، بتشتري السمنه بتاع البسكويت ده يقول لك ما بعرف ب 15 جنيه او الكعك مثلا، لو مشيت في لندن دي كلها اي دكان بتاع عرب بيبيع كعك ما سوداني طبعا حاجه قريبه له بالكثير بيكون ب 2 جنيه 3 جنيه او 6 جنيه 7 جنيه ما بحصل 15 جنيه، لما تقول لاخواتنا السودانيات او للسودانيين يا جماعه ما ممكن يكون ده ثلاث ارباع السعر 4 مرات، بيقول لك لا انا ده ما سوداني في البيت وانا بجيب الكيلو، بتقول له يس وانا عارف انت بتشتغل في البيت يبقى انت لو داير تقنعني انه انا اشتري ده ب 15 جنيه وهو في معظم السوبر ماركت ب 5 6 جنيه وريني الميزه بتاعته، قول لي ده هاند ميد، قول لي ده يعني لازم واحده من مهام الاداره تقليل التكاليف وتقليل المخاطر، يا سلام عليك دكتور قال لك الكلام ده، فدي من الحاجات الخمسه تاخدها دائما، يعني كونه الناس استحبوا مطعمك ده بكره وبدوا يجوك تيجي بعد بكره تقول لهم والله يا اخي طلب الفول من خمسه ما بعرف من 100 ما بعرف 150 قول جنيه مصري بقى ب 200 جنيه، شنو يا عمر نحن نجي كل يوم تقول لهم والله يا عم شنو ما ده السمسم بقى غالي والسودان فيه حرب، اي ذول عارف السودان فيه حرب واي ذول عارف ده السمسم بقى حيكون فيه مشكله، لكن تجتهد في انك تقلل التكاليف بطريقه او اخرى. فالخمسه دي نقولهم سريع اسمهم الفايف بيرفورمانس انديكيتورز لاي مطعم، السبيد والكواليتي والديبندبيلتي والفلكسبيلتي والكوست، بالعربي انا ترجمتهم السرعه والجوده وتوصيل الحاجه في الوقت اللي ضربتها انت المثل بتاعك ده والمرونه والتكاليف، وانت في حاجه اخيره قلتها وده درس كبير جدا والله يا عمر انا احييك عليه ودرس عديل ده، يعني حتى في المحاضرات في التدريب قاعد نستعمل نفس الدرس اللي انت قلته ده، وديت للزبون ده حاجه وقام وصلته بارده، هنا في انجلترا لو وصلتك البيتزا بارده
انت بتشتكي قبل ما الوصل لك الفيزا يطلع منك، بيضرب لك الزور بيقول لك خلي اللي جابه لك ده خليه عندك مجانا، وهنجيب لك نحرسل لك واحد تاني فريش. اللي انت عملتها قلت يا عمر، قلت لهم مجانا بكره تعالوا علي. ده تخيل اللي بيدربوا بين الناس هنا، والله يا عمر ما شاء الله عليك ولدا. طوالي ضربته قلت له يا اخي اللي وصلني الفيزا بارده. هم بعدين بيجي بيقول لي اخرت ليه، هو يعتذر لهم السواق يقول لهم كان في مطر وما بعد، موضوع ثاني. هو طوالي صاحب المحل زي كده بيقول لك جدا خلي الفيزا اللي عندك دي، وعارفك لما يقول لك شيلها مجاني انت ما حترميها في الزباله، حتمشي تسخنها وتستفيد منها، عارف المعلومه دي. مثلا جابوا لي فيزا بارد وصلتني بارده، وقام الزول اللي اشتريت منه قال لي خليها معاك حرسل لك واحده ثانيه فريش، اكيد دي ما حيدعم تمام، وحيقوم يرسلوا لك الفريش. تركوا عندك انطباع ممتاز. دور وسائل التواصل الاجتماعي تقييم المطعم يحدد قرار عدد كبير من الزبائن. انت ما تريب ادفايزر ايوه يا المعز الشايب، المعز الشايب قال لك حنجي الايفالويشن ده بعدين لقدام. انت هنا بتكون الزول ده بقى عنده صيغه عندك، المره الجايه حيخطك في الاولويه انه يشتري منك. بتجي حته ثانيه انت عملتها يا عمر، ودي ما وقتها حنجي نتكلم عنها يوم. حصلت قبل كده قصه مشهوره ومن اشهر الكيد ستاديز في انه الزبون كان ما راضي، ولحد ما اضطر المدير الكبير بتاعياته شركه اللي هي الامريكان سناي اليونايتد، الخطوط اللي اسمها اليونايتد الامريكيه، يتخيل الزبون ده بيرضى كله نهائي وعنده حق عليهم لانه كسروا له الجيتار بتاعه، اسمها مشهوره جدا حتى عبر اغنيه اسمها يونايتد بريكس جيتار، دي حنتكلم عنها يوم. دي هو اللي عملته انت يا عمر، والله انا ما اقوله شهيد، ويوم نجي نعمل الكيد ستدي هتشوفه، يعني الدرس اللي انت عملته ده هو اللي قاعد ندرس بيه الناس هنا والله يا عمر. الزول ده بيرضى كله لانه بقى على حق، كسروا له الجيتار بتاعه والناس وقفت معاه في السوشيال ميديا، ودي اكبر خطوط يعني كبيره جدا اسمها يونايتد. ده لحد ما مشى له السي او بتاع الطياره قال له اسمع انا لا دار اعوضك ولا دار اسالك بحاجه، وعارفك انت بقى عندك مساله بتاعت برنسبل ما راضي باي تعويضات، انا دايرك توريني شنو انت داير يرضيك عشان تشتغل معانا نصلح الاخطاء دي والموظفين تاني ما يغلطوا. قصه طويله هي. فانت اللي عملته هذا نتيجته تاني يوم جبته من المحل، جبته من المحل دي هي منطقتك بعد ده، وقلت طلعوا مبسوطين. يتخيل دي لما طلعوا مبسوطين ما حيمشي يشكروا اكلك بس يا عمر، ولا حيمشي يشكروا اخلاقك السمحه دي ولا ولا ولا، حيعملوا ده كله بدل ما كان يقولوا والله اكله سمح ولا مطعمه سمح، هسه حيقولوا عنك ده كله ويقولوا والله بيانا وزول مهذب وزول. انا يوم ذاك مشيت زرت مطعم هنا في لندن بسبب انه زوجتي بتحكي لي هي وصاحباتها مشوا، وواحده من الحاجات اللي قالوا لي قال لي الزول كان مهذب وزول راقي جدا. تخيل انت ما تنسى الحاجات دي، مشوا نساء في مطعم ملاحظه. واخيرا انا بس دايرت كلامي هنا، اتمنى والله يا جماعه انا بتكلم مع زملاء لينا واصحابنا كثيرين جدا في ما بعرف الرحاب ومدينتي وغيره، الغرض من انه هسه الاستعجال في انه نطلق المنصه دي، وصح دي معاكم في القاهره طبعا، انه يا جماعه لو لاحظتوا الشعار كاتبين فوق ادعموا بعض. هسه المطعم انا مشيت فتشت براي بعد ما سحر رسلت لي الفيديوهات وشفت في اللقاء عملوه معاه، وقريت عنك والله يا عمر من غير ما اعرفك، اول مره اشوف عمر دلي لينا شفت في الفيديو سوري معلش. في جماعة المطعم ده بس سمعته أنا قاعد في لندن، مطعم جميل ومطعم راقي وأكله جميل جدا. نتمنى والله أكلك ده كان يكون هنا يا عمر، كان لسه كل يوم ناكل عندك لأنه أنا ما لاقي إلا كده. أدعم الزول ده ببساطة جدا، ما أنتوا حتضطروا تاكله. أدوه شانس، أمشوا أكله عنده وشوفوا. إذا عجبكم وأرضاكم وانبسطتوا خلاص أدعموه. بتخيل لو هسه الآلاف المشهد دي عمر ده دعمه، مش أكله عنده ما يعني أنت ما بتنفع تديه أي كرتي، هتاكل عنده اللي هو كنت حتاكله في مطعم تاني اسمه جاد ما جاد، المطاعم المصريه دي قد يعجبك. تخيل هو لما الزباين يكتروا عليه بعد ده حيضطر يزيد وحيضطر يوسع وحيضطر يجيب عمال زياده، والعمال دي ذاتهم حيشغلهم الناس اللي قاعدين. فده الغرض يا جماعه، لو في زول بيعمل حاجه، ده كان هدفنا اساسا في لندن هنا، انه لو في زول بيعمل حاجه احنا بنشتري المواد التموينيه، بنشتري زيت السمسم من الاريتريين ما في غضاضه، من السوريين من اللبنانيين، طيب ما نشتري السوداني، نحن بنشتري من ديل ده بشيل زيتنا ذاته وحقنا. طيب زمان حي سالت واحد قريبنا قلت له ليه قفلت بالسرعه دي؟ قال لي لا والله ما بيشتروا مني الفسيخ، ما بيشتروا مني. فاحنا يا جماعه لازم ندعم بعض، وفي نفس الوقت كمان هو بعد ده كوره في ملعبه. وعمر ده ينجد شغله لما يجوا السودانيين ديل، بعد ده ينجد شغله بحيث انه يضمنهم 100%. انا ما دار اطيل، لكن ربنا يوفقك في الحاجتين دي المهمات. مع الحاجه الاخيره اللي بقول لك يا عمر ومتجاوب عليها هسه وغيرك يا عمر، لو انت حسيت بانه انت بزنسك الناجح داير انفستمنت، دي الحاجه اللي دايرين نعملها برضه، لانه في ناس هنا عندنا قبل كده واصلوا معي ناس اطباء
واحد طبيب ما عنده اي علاقه لا بيزنس ولا بيعرف بيزنس ولا عنده شغله بيه. قال لي يا علام لو بيجيبوا لي مشاريع، زمان لما كنا نساعد الشباب في السودان، قال لي لو بيجيبوا لي مشاريع ناجحه وتضمنوا لي البيزنس كاش فلو بتاع او حاجاته، انا قال لي بستثمر. فاحنا برضه عايزين نفتح الفرصه دي. لو قام عمر قال يا جماعه انا والله داير زول يستثمر معي، طيب نقول نلقى دكتور سوداني هنا ما عنده شغله بالنا لكن عنده حبه قرش، انت داير كم يا عمر؟ نقوم نعمل معاه بيزنس بلان بتاعته، الكاش فلو ستيتمنت، وانه كيف المطعم ده يتطور. وبعدين مصر دي فيها ميزه انها قريبه، يعني هسه لو زول من هنا عنده قروش داير يستثمر مع عمر ده ممكن يركب الطياره 3 ساعات يشوفه ويجي راجع. فدي برضه فرصه انا بفتحها للناس الدارين يستثمروا استثمار صغير. لو بقى زي عمر ده داير، او مثلا زي ناس الكنداك اللي حتجيبهم سهير سحر بعد بكره، ولا اي بزنس هو ناجح لكن بظروف الحرب دي ومرق، لو داير استثمار ناس تساعده ماديا لناس الايجارات ولا بدايه البيزنس صعبه، وفي زول هنا عنده قروش في السعوديه في الامارات غيره غيره، نحن ممكن نكون في النص بحيث انه فعلا نعمل مع عمر ده ونتكتب الكلام ده صح ونساله بعدين نجيبه يا عمر كده عبي لنا الفورمات دي بتدخل شنو بتبيع شنو يعمل نعمل نعمل، وبعد يدوا الكلام ده لزول ده يستثمر يقول له والله يا اخي زول ده فعلا لو استثمرت معاه ال 10000 دولار دي ولا غيره ممكن تكون. لما تيجي القصه للليجل وما الليجل دي سهله جدا، بتلاقوا محامين وغيره وغيره وغيره. وحاجه اخيره مثلا المحامين دي بين نسيت اقولها، القصه بتاعت الستور ده برضو يا جماعه، انه بعدين بعد ما يكبر ويتملي، قول في مصر في 100 واحد دخلوا في غيره غيره، الناس اللي جوا الستور ديل حيكون دايرين لهم بعدين يدوا ديسكاونت لبعض. يعني يقول لسه في الستور ده دخل واحد بيعمل حفلات العيد ميلاد او بيعمل الاعراس مثلا، قول نفترض، وقام بكره داير يعمل له عرس هو ده البيزنس بتاعه، يقوم يمشي لعمر ده يلقى الريفيو عنه راغي او مناي، يقول له يا عمر يا اخي والله رايك شو تخش معي؟ تمام؟ تعال يا اخي انا عندي بيزنس، انا عندي عرس، وا 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 وا، يقوم عمر يدي ده تخفيض لانه معه في الستور جوا. يعني يكون في دارين الناس جوا الستور ده يستفيدوا من بعض. في محامي جوا الستور ده، بس عندنا اول زول، عندنا زول محاسب قانوني شاطر جدا سوداني في برمنغهام. في ناس لندن هنا دارين يجي شغل في الحسابات في ضرائبهم بتاع، عندك زول هذا قاعد، نحن خليه يديك ديسكاونت، تشوف في الستور بتاعه مثلا بيجرج في الحسابات بتاعته يقول 500 جنيه. انت تشوف التخفيض بعينك، دي برضه الحياه دارينها، دي قبل ما تساعدوا بعض دي. انا ما حاطيل اوقف هنا يا سحر عشان بس ممكن بحاول بس كل ما القى طريقه القى حاجه. وبعدين من الحاجات اللي انا بفكر فيها برضو يا سحر، انه ده كل ما تجيبوا ضيف قبل ان نكون عارفين من بدري، نقوم نجيب ناس متخصصين في الحته بتاعته دي يعلقوا عليه مثلا. اوكي هسه يعني كان ممكن الليله المره الجايه يكون عمر ده ويكون معاه، وهسه في مطعم عندنا ما شاء الله ظهر وسمعته صابغاه، يعني اسمه واي فاي، ظهر هنا سوداني ما شاء الله. انا حكوا لي يعني مشيت شفته بس سريع، لكن وحامشي ليه والله قريب ان شاء الله حامشي. انا كان المفروض اجيك الليله ما جيت والله. نقوم نجيب 3 4 مطاعم وخلوهم يتكلموا مع بعض، ده في مصر وده في لندن وده في السعوديه، عشان يستفيدوا من بعض. انا دارين يا زي عمر ده دخله 1000 جنيه بكره يقبل 2000 جنيه، لل 1000 جنيه الرايحه في التسويق دي الناس تسويها معاه، بعد يخلص الجاب بتاع التسويق ده يقفله الناس يشتغلوا معاه في بزنس ديفلوبمنت انه هو يتطور، ممكن يفتح فرع. هسه في لندن في فرع بتاع الشاي اللي اسمه كرنك اللي هو في قطر ده قاعد وغالي جدا. ما هسه ممكن عمر ده بكره يشتهر اللي بيخليه ما يفتح فرع في لندن شنو؟ وحاجه اخيره والله يا عمر، انا قبل عجبتني جدا كلمتك دي، عجبتني جدا لانه دي واحده من مشاكل المطاعم السودانيه او البيزنس السوداني عموما في الغرب هنا. انا مصر دي ما جيت شفت فيها. بيعمل المطعم على سن الزباين السودانيين. وده هسه بقوله ليكم، وفي ناس كثيرين حيستغربوا، ده اكبر خطا. اكبر خطا اللي هو بين عمر قاله، والله يا عمر هذا ما انت قلته. والكلام ده حنجيبه يوم سوني قلنا البروفيسور المشهور ده حنجيبه يتكلم، لانه كان رئيس التيم ما كنت انا. عملنا دراسه على الافريكان بيزنس في شبربوش في لندن، النيجيريين والغانيين وغيره وغيره. واحده من الحاجات اللي جينا مشكله هم جايبين خبرها، تلقى ده نيجيري فتح لك دكان بس للنيجيريين، تلقى ده سوداني فتح لك بس دكان للسودانيين، وانت قاعد في سوق في قلب لندن اللي هو كله انترناشونال، انت بتبيع سمك، ليه بركز على السودانيين بس؟ بيعوا للسودانيين، لكن تذكر في خليجيين وفي انجليز وغيره. دي واحده من اللي جيناهم مساكين ضايع منهم قروش، غانيين سودانيين غير، بس مركز لك على النيجيريين دي، مركز لك على السودانيين. بس انت قلت جمله جميله يا عمر، والله يا عمر يعني ما شاء الله عليك، قلت عملت الاكل السوداني وكمان عملت، لانك انت قاعد في مصر
عملت الاكله قلت لثمتي قلت غربي قلت اللي هو البرجر وغيره، انا فعلا البرجر ده ما اكلتنا الاساسيه، وهكذا وهكذا وهكذا. فيا جماعه لا تفكر، وانا النصيحه دي بقولها لكل المطاعم السودانيه بالذات في الغرب. نحن الليله لما اسال، انا متاكد لو سأل اي واحد في لندن سال مرته واولاده سال اي زول قال لها علام قاعد تاكل تسوق اولادك وين؟ بس انا ممكن ادي لك واحده من بناتي حتقول لك، ما حتجيب لك سيره مطعم سوداني، حتقول لك بنمشي ديار بكر. ديار بكر ده منين يا بنتي؟ تركي. بنمشي ما بعرف وين جت في لندن. منو؟ ديار بكر. ديار بكر ده منو؟ تركي. بنمشي مين يا علام؟ بنمشي ما بعرف الانعام. الانعام ده عراقي. ليه؟ لانه مطاعمنا السودانيه ما قدرت تصل، ما احنا بنشتري بنمشي ناكل عند العراقيين. ليه؟ لانه المطعم فيه الخواص دي كلها. فالنصيحه عشان نستفيد من وقتنا، ما يكون وقتنا ماشي ساي، اللي بيعمل حاجه يفكر. انت في بلد انترناشونال قاعد في مصر اللي هي فيها، نحن جابتنا الحرب ليها، لكن كمان فيها السعوديين جايين يقضوا اجازه، فيها الاماراتيين، فيها الانجليز، فيها علام ده ساق اولاده مش قبل اجازه في مصر قبل الحرب جاهز الحرب. انت داير ديل يجي ياكلوا عندك. فبس انا اوقف هنا معلش، اسف للاطاله يا سحر. لا 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 ما في مشكله يا بروف، بالعكس كل البوينتس اللي قلتها مهمه فعلا جدا، وزي ما قلت عمر ذاته ما شاء الله يعني كل البوينتس دي تقريبا اثناء الحديث بتاعه هو اتطرق فعلا لامثله ليها وكيسز واجهته فعليا. طيب يا عمر، هل ممكن تاخذنا في جوله كده سريعه نشوف المطعم اذا في امكانيه؟ طوالي والله شوقتنا، انا مشتاق جدا اشوف المطعم ده من جوه. طيب بسم الله. اسلام مدينة نصر. مهندس خالد مدير المطعم. طبعا جميل يا دكتور، اتكلمتوا عن الاي كاتشين، فحاولنا نخلي الصوره دي يعني رمزيتها وكده حاجه يعني تسهر دائما تتربط بينها يعني. جميل. الله يديك العافيه. كده ده اللي الدور الاحتماري، وفي مساحة برة برضو الخارجية مع الدور. أتمنى يكون واضح يعني. والله جميل يا اخ، والله ربنا يوفقك. جميل والله، والله فيري امبرست يا اخ. وفي ستة شهور بتاعت والله يا اخ ربنا يوفقك يا اخ، والله ويل دان يا اخ. جميل والله، يوفق الجميع ان شاء الله، يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم كثير يا ان عمر. شاء الله. طيب يا بروف هنرجع لك تاني. شايف في في ناس رافعين يدهم شايلين. اكزاكتلي. في اسئله كثيره، فاتفضلوا اي زول عنده سؤال. والله بالاسم ولا بس نتفضل كده يعني؟ لا تفضل طوالي يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا والله الشكر الجزيل جدا يعني لدكتور علام واستاذ سحر على هذه المنصه. يعني صراحه طبعا نحن الظروف اللي بتمر بها البلد، وفي عدد شباب كثيرين جدا يعني تفرقوا خارج السودان وبيبحثوا عن فرص عمل. الفرص الوحيده المتوفره اللي هو التوظيف الذاتي، انك انت تعمل لك استثمار، لانه صعب المنافسه انك تنافس خارج بلدك، والناس مشت في ظروف يمكن معظمها ما كان عندهم استعداد لانهم هم يتوظفوا في اي شيء، خلاف انهم هم التوظيف الذاتي وانهم هم يفتحوا او يعملون بزنس. هم طبعا السمول بزنس او البزنس الصغير يعني. في نقطتين أنا أتكلم عنهم، لو المنصة يعني تكرمت ونحن ممكن نساعدها إذا دارين،
اللي هي فرص الـ 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 الاستثمار الموجودة. يعني إيش المشروعات اللي يعني ممكن تعملوا لكم يعني حق فيه فرص الاستثمار الممكن الناس يستثمروا فيها أو ممكن الشباب يستثمروا فيها اللي هو في مختلف أنحاء العالم؟ طبعا الشباب توزعوا في مختلف أنحاء العالم، ففرص الاستثمار دي بتساعدهم كثير جدا إنهم هم يتجهوا إلى مشاريع معينة، وممكن الناس يسروها. يعني كل حد عنده مشاركة أو عنده وجهة نظر فيه أو عنده تجربة في مشاريع معينة ممكن يحطها على أو يحطها على المنصة دي. واحدة. الحاجة الثانية مسألة التمويل، يمكن ده بيمثل يعني تحدي كبير جدا بالنسبة للشباب. النقطة اللي ذكرها بروف علام في كيفية يعني الحصول على التمويل، في عدد كبير جدا بالمناسبة من المغتربين الآن حيرانين جدا في انهم كيف يستثمروا، وين يستثمروا، وفي ايش يستثمروا، خاصة بان السودان خلاص الفرص توقفت بعد الحرب دي، او اصبحت في صعوبة وتحديات كبيرة جدا انه الناس تاني ينقلوا رأس المال بتاعهم الى السودان بعد التجربة الأخيرة الحصاد. وان شاء الله البلد تدعاه والناس ترجع او تعمر البلد من جديد. لكن في الظروف الحالية في عدد كبير جدا من المغتربين عندهم فوائد مالية حتى لو قليلة. يعني المشاريع اللي بيقوموا بها الشباب دي الآن ما أعتقد تحتاج إلى رأس مال كبير، لكن في عدد كبير جدا من الناس مستعدين إنهم يساهموا. إذا الواحد بيحصل على يعني فوائد اقتصادية من خلال استثماره ده، ودي ممكن تنجح يعني أيضا ب الترويج لها للناس اللي دارين يستثمروا مع أشخاص عندهم مثلا أفكار أو عندهم مشاريع أصلا قائمة للتطوير ول يعني النمو أكثر. فالنقطتين دي أنا أفتكر إنهم ممكن يساعدوا كثير جدا في توظيف الشباب في الآن تبعثر في جميع أنحاء العالم. وشكرا لكم يعني على هذه المنصة، والله ده مجهود جبار وكبير جدا إنه الشباب يعني يلجوا إلى هذه المنصة لإنه يعرضوا مشاريعهم، وإن شاء الله الأمور يعني ربنا يوفقهم والأمور تصير على أحسن ما يرام إن شاء الله. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور، تسلم كثير. طيب في تاني معانا أسئلة؟ اتفضلوا يا شباب. لو في زول حاب يسأل برضو. شيخ هنا في الفيسبوك، والله دي نقطة طبعا، بس احنا بس خلينا بس دارين يعني نبدأ نعرف الناس بالحاصل، لكن اللي قدام حنجيها طبعا أكيد. ما بعرف هنا حنونة قال المطاعم السودانية ما عندها أوتوكيد يا دكتور، تلقيهم صارين وشهم وناس التوصيل السودان. الميم ف الموضوع ده قاعد يتكلم عنه لقدام طبعا، لكن لما تيجي تعمل لك بيزنس زي بتاع مطعم زي ده، بس يمكن الإجابة على سؤالك السؤال ده بتاع حنونة ده أو حنونة أحمد، المطاعم السودانية ما عندها أوتوكيد يا دكتور، تلقيهم صارين وشهم وناس التوصيل السودانيين بتوع المطعم ما صادقين عندهم في المطعم سعر، ولما يحاسبك بتاع التوصيل سعر تاني. والله اللي كان نزلك ليه يا عمر ده سؤال والله انترستنج. قالت ليك هنا، انا معلش لو استعمل الاسم غلط اعذروني يا حنونه، معلش حنونه، المطاعم السودانيه قال ما عندهم اوتوكيت يا دكتور، تلقيهم صارين وشهم وناس التوصيل. ما شاء الله شبابك دي جبتهم دي كلهم كانوا مبتسمين، ودي حاجه ما هنا والله، وشهم وناس التوصيل السودانيين بتوعنا المطعم ما صادقين عندهم في المطعم سعر، ولما يحاسبك بتاع التوصيل سعر تاني، عندي تجربة سيئة منهم أخير منهم الهنود، صادقين متفقين مع بعض وكلامه سمح هم والفلبينيين والأتراك. والله كان السؤال ده جاوب لنا حلو والله، انت أكثر زول سعيد جاوب عليه، قال لك انتوا السودانيين قال ما صادقين بتاع الدليفري يصل يحاسبك بسعر تاني، قالوا الهنود والفلبينيين والأتراك أحسن مننا وكلامهم حلو، قال ما عارف رأيك شو في الكلام ده. والله زي ما زي ما زي ما قبيل انا كان اشرت في سؤال عن النصيحه للشباب وانه كيف التحديات اللي واجهتنا في المطعم، اهم حاجه التركيز والاهتمام بالعمل يعني.
واحده من الحاجه التركيز ده اللي هو والاهتمام بالعمل ده، انك تعمل الحاجه اللي ما بتدخلك في مشاكل مع الزبون، اللي هو ده بالنسبه لك راس مالك وراس حربتك يعني. فالمساله دي انتبهنا لها. نحن انا بحكي تجربتي الشخصيه وبكون فيها اجابه للسؤال مضمنه. تكنيكالي الموضوع ده بكل بساطه في فاتوره بتطلع من المحل، بيضاف عليها الفاتوره دي ذاتها فيها البند اللي هو البند بتاع السعر بتاع الحاجات والتكلفه بتاعتها المطلوب من الزبون انه يدفعها، وفيها الدليفري فيز يعني اللي هو بيتحدد على حسب المنطقه اللي ماشي ليها اللحم. والحاجه دي بتطلع اوفيشالي من المطعم، من المطعم ذاته، عشان يحافظ على زبونه من انه ما يحصل عليه تلاعب يعني. وبتتدبس الفاتوره في الاوردر، حتى ما بيستلمها بتاع الدليفري الكابتن في يده يعني. فهي دي ان صحت التهمه دي لبعض المطاعم، فهي راجعه لاداره المطاعم دي، وهم اولى لهم انه يحافظوا على زباينهم بصوره مهنيه ويحافظوا عليه. حتى احنا يعني بنزيد عليها في انه بنبلغ الزبون لما يصل الاوردر بتاعه في بالتليفون، لما يكون بالتليفون، لانه احنا معظم اوردراتنا بالتليفون، بتراجع معاه حتى التكلفه بتاعت الاوردر يعني. لما تكون حتصلوا حيكون مكلفاه وكذا كذا كذا كذا، وحيكون مكلفاه وكذا ترحيل. فدي مساله راجعه للادارات بتاعت المطاعم، وان شاء الله عشان ما السمعه للاسف الشر يعوم والخير يخص يعني. فمن هنا برضه بنصح كل الناس في المجال ده انه يهتدوا للحل بالطرق العلميه. دي حاجة ممتازة جدا. طيب يا عمر، في تاني برضو يا بروف، في أسئلة تاني برضو شايفة برضو في والله أنا بعاين هي طبعا، لأنه الفيديو أول مرة نفتحه فيمكن لسه ما انتشر الناس، لكن الباقي تعليق كلها يعني كويسة. لكن والله الكلام ممتاز، وأنا شايف غايت أنا لو في حاجة بقولها والله يا ريت كل الناس اللي بنعرفهم، الأكليس اللي بنعرفهم، ما داعي نضرب لهم كل واحد براو، يمشي يجربوا مطعم ايسلندا ويدونا كده برضه فيدباك. نحن نحط عمر ده في تحت المشعر زي ما بيقولوا، امشوا براكم من غير ما تجيبوا سيرتنا، امشوا كده واكلوا عنده. وبعدين انا سمعت من زملائنا واصحابنا بيقول لك والله علام القعده في البيت صعبه وزهقانين وبتاع، وبيحاولوا يتلاقوا، عرفتوا يعني بيحاولوا يتلاقوا، امشوا يتلاقوا في المطعم ده. اتخيل لو فاتوا خمسه سته يعني كده يعني والله، لانه ما دارين ندعم بعض يعني. يا سلام المطعم ده يدعم ويتملى والناس بتاكل منه، هو ذاته بعد شويه اموره حتقدر، هو ذاته حيقدر يستثمر وغيره وغيره. النقطه اللي قالت جبيل، هل هناك اي خطه لادخال انواع اخرى من البيزنس حتى يتوافق ذلك مع اصحاب المال؟ شكرا يا برو على هذه المنصه، ونتمنى لنا. هل هناك اي خطه لادخال انواع اخرى من البيزنس؟ ايوه نعم يا سهومه بالسودان، ايوه قصدك في المنصه هنا نعم، لانه اي بيزنس بيتعامل طالما هو بيزنس وشغال بيعمل، نحن دارين انه يخش اي نوع بيزنس. زول بيدرس دروس خصوصيه، مدرسه، زول حفلات بيحفظ القران وبيقرر القران مثلا، بيكرجوا بالساعه بالكورس، اي زول بيبيع حاجه. ما في النهايه، وفي النهايه التسويق ده ماركتنج برودكت وسيرفيس. فيس، واهم حاجه ما نحاول الناس تدعم بعض عشان تقدر تستفيد من بعض. وفي الظروف دي بالذات يعني، زول مشى وفي ظروف حرب وعمل له مطعم وداير عشان يجيب زباين في الظروف العاديه زمن، فليه احنا ما ندعمه من الاول؟ ندعمه بانه نمشي ناكل عنده، بس اكله عجبنا نمشي له ثاني، الخدمه بتاعته عجبتنا، لقيناه مبتسم وشبابه ده كلهم مبتسمين يعني. ده بكون الدعم الحقيقي اللي انا شايفه اكثر من البرس القروش ويستثمر معاه، انه الناس تمشي له عشان المطعم ده يشتغل، والموظفين دي عندهم كوست والحاجات اللي بتجي دي يعني. المطعم ده اخطر حاجه فيه انه الاكل يفضل وبكره ما يودوه، بكره يجي جدع شديد عامل. فنحن ندعم الناس دي بانه نمشي ونشترك عندهم وناكل عندهم ونجرب، ونحن بنقدر نعمل هنا، بنحاول نطور القصه دي شديد جدا جدا. والله يا اخي شايف، يا بعد اذنك يا سحر، شايف تفضل يا برو معانا، يا سلام اخونا مدثر. مدثر ده هو
تكون سمعت عنه، فتح المطعم بتاع واي فاي. يعني مدثر ده لانه زي لندن ده عنده حق طبعا بتاع يعني بتاع فيتو عديل، حنمشي لعديل مدثر ده وانا بقابله عديل. لكن شايف هسه معانا لو دارت الداخل يا مدثر وتعمل ريفليكشن لعمر ده مع فاتح مطعم زيك كده برضه انت فتحت جديد يا مدثر. لو دارت تتداخل اتفضل يا مدثر بعد اذنك يا سحر. اتفضل اتفضل كده عرف نفسك يا مدثر. اعمل ام ميوت يا مدثر. الصوت الصوت. اعمل ام ميوت. ايوه كده سامعني كده. اتفضل والله فرصه سعيده يا مدثر. ممتاز. اسعد الله مساءكم بكل خير يا دكتور. كيفك يا استاذتي العزيزه؟ الله يخليك. ان شاء الله طيبين يا مدثر. الله يطول في عمركم. والله نحن سعيدين جدا جدا بتواجدنا معاكم، ونتمنى ان المنصه دي ان شاء الله تجد يعني رواج وقبول كبير، والناس كلها تجد فيها وتنضم اليها، والناس تستفيد من بعض زي ما قال قبل شويه البروف، والناس تدعم بعض والناس تقف مع بعض. انا اخوكم مدثر الطاهر محمد من ابناء بحري وعايش في بريطانيا، والحمد لله دخلت في التجربه بتاعت فتح المطعم ديه يعني هسه لي زي 3 شهور، والحمد لله يعني تشرفت بزياره البروف علام. وده كانت دافع بالنسبه لي بالمناسبه، يعني من الحاجات الجميله اللي جاتني في الفتره الاخيره دي، وصراحه يعني لقيت منه دعم حتى معنوي، وكان بالنسبة لي شيء جميل جدا جدا. وبس يعني صراحة مسألة المطاعم دي زي ما تكلمت وزي ما قلت وبعض الناس حلقوا، إنه نحن المنتاليتي أو الحاجة العامة بالنسبة لمطاعمنا في 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 في, في العالم عامة، يعني أنا حمت كثير برضو لفيت كثير، ما في أي اهتمام بأي نظافة بأي استقبال بأي حاجات الجمالية اللي هي الواحد بيجي الشخص بيجي المطعم عشان يقعد ويأكل أكل جميل ونظيف كالمطاعم الثانية. يعني مش نحن كمطاعم سودانية مفروض نقدم أجمل من الناس الثانية، لأنه نحن أكلنا ده أجمل أكل في العالم صراحة، ما في أجمل منه، أجمل أكل في العالم يا أكلنا السوداني ده، بس نحن مدمرينه بعدم الترتيب، بعدم الاهتمام، بالاستقبال السيء، زي ما قال قبل شويه التكشيره، ما في ابسط الحاجات الجماليه في الاستقبال بالنسبه للمطاعم، كيف تؤدي الاشياء او تقدم الاشياء الجميله اللي هي زي الستارتس زي كده، بيجوا اطفال مع الاسر مرات، يعني تديهم حاجات مفرحه اللي هي المفرحات بيسموها، حاجات بسيطه لكن ليها اثر كبير في النفس. يعني لما يجيك شخص بأسرته معاه طفله وانت تقدم له هدية بسيطة، تقدم له شيبس، تقدم له عصير بسيط على الأطفال، ده حاجات بسيطة لكن جميلة. فالحاجات دي نحن مفتقدة، بس الواحد يعني زي ما بقوله باهتمام نحن كسودانيين في الـ في الـ في الـ في, الـ في المطاعم أو اللي بيشتغلوا في البيزنس بتاع المطاعم، إنهم هم يعني هي ما حاجة كعبة لكن سيئة صراحة، انك تقلل الكوست وتكبر العائد، وهذه ما كعبه لكن بالطريقه الجميله ما بالطريقه السيئه. انت زي ما انت قدمت يعني داير يجيك عائد كويس، لازم تقدم ايتم حلو، لازم تقدم عرض جميل، لازم تقدم نظافه، لازم تقدم استقبال، حاجات جميله. يعني احنا نمشي المطاعم الثانيه بنحصل حاجات جميله، يعني ليه نحن في مطاعمنا ما تكون موجوده؟ المشكلة شنو؟ ليه نحن يعني ما عندنا الحاجة بتاعت التقديم والاستقبال والسيرفيس والحاجات دي؟ أبسط شيء نحن الحمامات الله يكرمكم في مطاعمنا حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما في أي اهتمام بها. المغاسل حقت الأيدي بعد الأكل يعني زي ما بقولوا إهمال، يعني صعب شديد إنك أنت زول بيجي بغسل يده يلقى المحل وسخان، صعب حاجة شينة يعني. فدي حاجات بسيطة، وزول إذا اهتم ليها وإذا اكترس ليها
لأن دي من أساسيات الشغل. الإنسان بياكل بعينه قبل فمه. الله يكرمكم. ليه؟ لأنه أنا بشوف، أنا الأكل ذاته مع نفسيات. أنا كإنسان جاي آكل برا البيت، داير أغير من المود بتاع سموه شنو الروتين اليومي في البيت، الناس بتطلع لي كده يعني. فبالتالي داير حاجة شنو تمشي تلقى لها حاجة ترفه فيها، إنها تنبسط بأنه والله يا أخي إحنا عندنا الكوميونتي السوداني في الحتة الفلانية، عنده حتة، عنده مكان بيقدم حاجة جميلة، بيقدم السوب الجميل، بيقدم الأكل الحلو، بيقدم حتى الطريقة بتاعت السرفزة اللي هي الصحون، الترابيز، الطاولات تكون نظيفة كده. دي حاجات دي احنا ما 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 بنهتم بها as general يعني في المطاعم حقتنا عامة. الحاجات دي بسيطة لكن لها أثر واقع جميل في 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 نفس الشخص اللي بيجيك ده. ده أنا اللي وددت كنت أقوله يعني صراحة، لأنه الحاجة دي أنا صراحة يعني المطعم اللي أنا فتحته دي فتحته كتجربة بأنه أنا أنطلق أو الناس تعرفني أول حاجة بتعرف إن أنا بقدم شنو عشان تذوق طعم الأكل بتاعي، وبعد ذاك أنا أنطلق لحتة يعني زي ما بقولوا مرحلة تانية. لأنه أنا في لندن هنا الناس ما بتعرفني، مين هو المدسر ده، ما يعرفوني، ما ضاقوا أكلي. السودانيين انطباعيين زي ما أنتم عارفين، يعني انطباعيين جدا. إذا ما ضاقوا أكلك، إذا ما عرفوا عنك، ما حيجوك. فأنا بديت بالمكان ده وصراحة حاصرني في الزمن. أنا بشتغل من 7 صباحا لحد الساعة 7 مساء أو 6 مساء. فالناس كلها هنا غالبيتها في لندن اللي بيكونوا دارين يجي يشيلوا منك أكل بعد الساعة 5:30 و6. فأنا مضغوط صراحة في الحتة دي، ما أكذب عليكم. لكن يعني إن شاء الله بإذن الله as soon as possible أنا حأنقل في مكان فراي إن شاء الله. وشبه هسي أنا خطيت خطوات في أنه أنا ممكن حأمشي أنتقل لمكان يعني مطعم خاص فيني، بس منتظر بعض الأشياء إن شاء الله تتم، وإن شاء الله ربنا يسهلها ويوفقنا ويوفقكم جميعا. ما أحب أن أطيل عليكم، وأشكر البروف علام شكر كثير لزيارته لي في المطعم ولتشجيعه لي ولكلامه الجميل اللي لقيته منه. وأتمنى إن شاء الله إنه أشوفه تاني وتالت ورابع، وأتمنى أشوف أي شخص فيكم هنا موجود في بريطانيا يزورني، وأكون مبسوط بزيارتكم إن شاء الله. شكرا لك جزيلا، والله كلام جميل جدا، وربنا يوفقك وان شاء الله حنتواصل معك يا عمي. في كلامك اللي قلته ده سبحان الله جاوبت على السؤال اللي قالته حنونه ده، قالت والله معليش نغدي لازع شويه، لكن والله احنا نفتخر بالسودان واهلنا السودانيين وسمعتنا حلوه، عايزين نفتخر بهم امام الاجانب. نعم صح، عايزين عملنا يتكلم نيابه عننا. هو كلام الذكر بس اخونا مدسر ده قال لك فعلا اكبر مشكله بتقابل المطاعم السودانيه الحمامات، لانه ما قادرين يعرفوا اهميه الحمام ده. الأطفال البيو قال لك مدسر ديل، واحد قام قال لي يا أبو ده نفس الحمام، يقول له ما في حمام، أنا بجيت مطعم سوداني قبل كده ما عندهم حمام ذاته يا مدسر، ما عندهم والله العظيم في لندن دي تخيل في يوكي دي ما عنده حمام، مشكلة كبيرة. شنو ده يعني انت بدل بعدين الحتة المهمة وين؟ انت ما داير علام يجيك برا، وداير علام ومرته وأولاده يجوك عشان ديل براهم يخسروا فيك 70-80-100 جنيه بالميت. نعم كلامه صح يعني، كلام ده تمشي المطاعم التانية. طيب في سؤال هنا قالته ده هحوله لك يا سحر، قال لك سهومة بنت السودان يا بروف علامة، هناك مبادرات سودانية متعددة لخدمة السودانيين المتواجدين في القاهرة، ده معاك يا سحر، هل هناك خطة من جانب كل التعاون مع هذه المبادرات؟ اللي جابه نعم 100%. وسحر بره تشغبيك تتكلم مع ناس كثيرين، خاصة وإن كل هذه المبادرات تصف في مساعدة السودانيين الموجودين خارج السودان. بس لو سمحت يا سهومة بنت السودان يتواصلي مع سحر لأنه الإيميل بتاعه موجود، وأنا بلمك بقى أو واحد ألقاه في الفيسبوك بعدين يا سحر. أوكي خلاص بنتواصل. أي تعاون مع السودانيين برا ده بالعكس مهم جدا يا أخي، ما هو الغرض إنه يساعد الناس. يعني أنا الغرض إنه مطعم أخونا مدسر ديك بمطعم فخم يعني، عشان بكرة أنا ده ما قاعدين نسوق الخوايات زملائنا دين لعزيمهم أو شيء عزيمهم فيه، لأنه زي ما قال جملة مهمة جدا، قال أنا عارف أكلنا ده طاعم وسمح، بس ممكن اوديهم ياكلوا الفيش ده اللي هم بره بياكلوه ما طاعم زي حقنا ده، يجوا يحكوا بينا بعد ده يقول والله كان سمك الليله وانا في ذا بيست، وهم براهم بعد ده يمشوا لمطعم مدسر ده وهكذا.
الفلافل حقتنا دي قبل عمر ده قال لي كلام مهم جدا، حقتنا دي طعمها بيختلف من الحاجات المصريين ودي، لانه بيعملوها ديك بيعملوها بالهناي بالكبكبي حقتنا. فالمهم حليمك بسهومه، يفضل يا تيام عشان ما اطول على الكلام عليكم، وبعدين عمر ده فاتح ما نطول عليه، والمطعم بتاعه فاتح بهناك. لا فعلا زي ما قال استاذ مدثر جبال، فعليا في بوينتس انت ذكرتها يا استاذ مدثر دي للاسف فعليا احنا بنلاحظها كلنا، او قبل كده يمكن لاحظناها. يعني زي ما انت قلت الله يكرمك حته الحمامات، يعني انا بتذكر في مطعم سوداني معروف من المطاعم الفخمه جدا، انا قبل كده مشيت فيه في السودان ذاته، يعني للأسف يعني المطعم ده أنا شفت فيه منظر فعليا خلاني أنا ما بتذكر تاني حاجة غير المنظر ده. يعني مين تجي سيرة المطعم ده الواحد بيجي بيتذكر الحاجة السيئة شافها، فاللي هو فعلا في عدم النظافة، في عدم الاهتمام بتاع لا مؤاخذة الحمامات وكده. يعني الناس ممكن فعليا يعتبروه حاجة بسيطة، لكن هي حاجات مؤثرة، لأن قالوا في النهاية الزول لو ما شاف النظافة الكويسة أول حاجة اللي بترضيه ما حيجي تاني، وحيبتدي هو ذاته للأسف يعكس الحاجة دي للناس التانيين لو جات سيرة المطعم تاني، أو مثلا الناس اتكلمت عنه أو كده. ففعلا إحنا يعني للأسف فعلا يعني كسودانيين بنفتقر لحاجات كثيرة، لكن إن شاء الله يعني تبتدي زي ما بقولوا بعد الفترة دي وبعد الحريب وكده، والناس ابتدت تاني تراجع نفسها في حاجات كثيرة وفي طريقة البزنس وإدارة البزنس ذاته، إنه الناس تبتدي تصلح الأخطاء دي، يعني تحاول تعالجها بصورة كويسة. يعني فأنت يا أستاذ مدثر، طيب الرسالة اللي بتوجهها للشباب السوداني من خلال تجربتك، وأنت حس قلت لك ما شاء الله 3 شهور يعني من فتحت البزنس بتاعك، فشنو الرسالة اللي بتوجهها للشباب دين، وشنو التحديات اللي واجهتك أنت برضو؟ في النهاية أنت برضو قاعد في غربة، فشنو التحديات اللي واجهتك عشان تقدر تستاند أوت زي ما قال قبل؟ يعني سبحان الله قبل ما أنت تخش بروف علام هو بيشكر فيك يعني في المطعم الله بتاعك والجودة والنظافة يطول. والاهتمام. الله يطول في عمره ويديك الصحة والعافية يا أستاذة. أنا والله صراحة أنا داير أقول حاجة، أنا في حاجة تانية ومهمة جدا أنا لاحظتها كثير من خلال تعاملي وباكلي برا وبمشي برا وبسافر وبجي، وده من زمان لاحظت انه السودانيين لما يمشوا لمطعم سوداني بلقى انتقادات وما بكون في دعم. سبحان الله، يعني بلقى في انتقادات وما في دعم. انا مشيت هسه دي من لندن، مشيت ليدز ذاك اليوم وزرت مطعم بتاع واحد سوداني، فقصدت انه اقعد واتكلم والناس كلها قاعده، قلت لهم اسمعوا انا الشيء براه انه السودانيين يدعموا بعض ويقفوا مع بعض ويغووا بعض. ما تيجي تسالوا تقولوا ليه ده غالي وده رخيص، الرزول ده جاي يفتح عشان يستفيد، لذلك انتوا تدعموه، تيجوا تاكلوا وتشربوا وتدفعوا وتمشوا. ده كان كلامي انا قدام الشباب كلهم، وانا من ضمنهم اشتريت وقعدت واكلت وعزمت بعض الشباب الاخوان، وقلت لهم يا اخواننا الراجل ده فتح مطعم جميل ونظيف صراحه وانا انبسطت منه. ندعم بعض يا اخواننا، اول حاجه بالتعامل الكويس منكم انتوا ككاستمر، بتجوا للمطاعم تجوا ما تقعدوا تتناقشوا الراجل، تقعدوا تتفلسفوا، ادعموا الراجل ده بوقفتكم عشان يبقى لكم حتى المكان ده يكون واجهه في المنطقه دي ليكم انتوا. كل الجاليات دي عندها اماكن وعندها مطاعم وعندها كوميونتي، نحن لازم يكون عندنا نفس الشيء. دي حاجه بنفتقدها بغض النظر عن بس مطعم، انتوا الان بتمشوا المطاعم التانية بتاكلوا وبتدفعوا بدون ما تتكلموا، ونحن دايرينكم تعملوا الشيء ده بنفس الغدر ده مع الأخوان اللي بيفتحوا أشياء زي كده عشان تدعموهم عشان يمشوا لقدام عشان ينهض عشان يعمل لكم أكتر. تدعموه نفسيا معنويا ماديا بشراكم منه، دي حاجة جميلة جدا جدا. فالناس كلها اسند على الموضوع ده، وانا كان قعدت واخذوا عملوا معي كان لغا في نفس المطعم، وشكرت صاحب المطعم شديد مع انه انا كنت متمنى اقابله لكن ما قابلته كان ما موجود. فدي الحاجه اللي انا يعني اللي انا بلاحظ لها دائما،
بالنسبه لتجربتي انا كثلاثة شهور اللي مشت اللي فاتت دي صراحه، انا ما اكذب عليكم بكل صراحه، انا عانيت شديد، لكن ثبت لانه انا مأجر من شخص هو فاتح بزنس وانا مأجر منه. ده كله زي ما قلت لكم قبل شويه عشان انا اوصل الرساله بتاعت انه انا يا اخواننا داير اوصل الفهم بتاع انه ده طعم اكل كده، الستايل بتاع اكلي حيكون كده، الوضع بتاعي حيكون كده بسيستم معين في راسي بفهمي انه انا متمني افتح مكان يكون واجهه لكل السودانيين هنا في بريطانيا ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله اصل للهدف ده ان شاء الله، وان شاء الله حصل له. فزي ما قال البروف علام قبل شويه انه ليه ما يكون الطعم والاكل بتاعنا والنظافه والسيستم اللي بنعمله احنا بعد شويه يكون كل الناس يجوا ياكلوه ويذوقوه ويشوفوه. يعني زي ما قال بروف علام ممكن يسوق معاه خواجات ويجي يتغدى في مطعم مدسر، ليه لا؟ وبالعكس زي ما قال لك ان احنا قبيل حكايه انه السودانيين ما يعملوا الاكل باعتبار انه يكون للكستمر السودانيين فقط، لكل الجاليات لكل الناس، سودانيين مغاربه، انا جوني والله جوني جزائريين وجوني مغاربه وجوني سعوديين، اليوم كانوا متغدين عندي سعوديين، اليوم انا كان متغدين عندي سعوديين جاي من السعوديه وسمعوا بمطعمي ده وجوني الحمد لله. فانا احنا دايرين الحاجه دي تكون كده عشان 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 ليه ما ننهض ونبقى زي كل المطاعم اللي موجوده، الاكراد ما شاء الله بيعملوا هنا، اللبنانيين الفلسطينيين المصريين كلهم عاملين. فنحن دايرين المستوى يكون بالمستوى ده ويكون احسن واجمل، وزي ما ذكرت لكم قبل شويه انه اكلنا ده اجمل منه ما في، اجمل من اكلنا والتست بتاع اكلنا ده ما في العالم كله. واتمنى انه كل الشباب اللي هم يعني بيطمحوا لانه يعملوا شغل، يعني انا بقول لهم انه امشوا لقدام، ما تعينوا لورا، بس خلي عندك يعني عزيمه وقوه بتاعت ايمان بانك انت حاجتك دي ان شاء الله بتبقى، اذا عزمت فتوكل على الله. الله يجزاكم خير، ما ادري اطول عليك ان شاء الله. ان شاء الله نشوف مطعمك ده وان شاء الله الناس تساعدك فيه، لان انت قاعد معانا هنا حنونا جلست اديكم ثاني، قلت لكم الدائر يعمل بيزنس في قطر مثلا يفتح روضه، انا خريج التربيه وتخصص في المجال التربوي خبره طويله، ممكن اقدم مساعده، ممكن يتطور الى مدارس سودانيه زي مدارس دكتور كبيدة في مصر ما شاء الله ممتازة وليها فروع. أنا بتذكر زمان في أماراتية واثنين هم قال لي علام يا حسين عندنا دارين نعمل لنا روضة في أبو ظبي، الحياة دي فيها قروش كتير جدا مناسبة، فهسه هدي حنونة دي قلت لكم في قطر الدار يفتح له بيزنس بتاع الروضة يتواصل. يعني بجد ما شاء الله والله شاطر يا حنونة، استغلت اللي ده عملت والله ده الزول الشاطر هسه استفاد عمل الدعاية طوالي تمام جدا. انا خلاص شايف انا ما عندي حاجه انا اقول والله، لكن ما في ثاني سؤال، ما في حاجه ثانيه سحرين في الفيسبوك. ايوه خلاص تمام. اخر حاجه طيب يا بروف، ممكن اللي هو لو اخذتنا سريع كده بس اللي هو طريقه الاشتراك، الباكيجز اللي بنوفرها كسودان ستورز ممكن تكون شنو للشباب والشابات السودانيين؟ والله يا سحر انا شايف عشان الزمن الساعه شايف اولموست 9 هنا، اللي هو احنا بدينا كم، بدينا 7 مش ايوه ساعتين. انا في راي الناس ندي الناس فرصه يمشوا يخشوا في المنصه دي، ما موجوده كلها قدامهم هناك، وعشان نخلي الناس شويه تعبزور بالحاجه دي. وانا شايف جبلتي برضو تكلمتي قلتي عندك اللغات تاني حيكون يوم الثلاث صح ان شاء الله اي حيكون معانا. طيب انا اشوف لو اقدر أشير لكم اللغة اللي هتعملوا النكست تايم، ممكن تكلمينا سريع عن ده يا سحر وأنا بعدك أرد لك على سؤالك. طيب ضيوفنا المرة الجاية إن شاء الله أو اللقاء الجاي حيكونوا صالون تجميل كنداكا، هم عبارة عن بيوتي سالون فاتحين هنا في مدينة الشروق. فالقصة الجميلة إنه حتى هم سيدتين فاضلات، واحدة أستاذة جيهان ومعها أستاذة أم أيمن، فالاثنين دي لما يعني علاقتهم بدت اصلا بعد الحرب، فقصتهم حتى قصه جميله انه هم اصلا ما بيعرفوا بعض، ولا كان في اي واحده فيهم كانت بتفكر انه تعمل شنو تبدا كيف، اتعرفوا على بعض هنا في مصر بعد ما جو هنا في القاهره ولاقوا بعض عن طريق عيالهم في المدرسه وكده.
فبعد ذاك فكروا مع بعض انه ليه ما نعمل بيزنس طيب ونستفيد منه ونخدم السودانيين الموجود او السودانيات الموجودات هنا في القاهره. ففعلا بدت فكرتهم بانه حتى كل الاستاف الشغال معاهم في الصالون هم عباره عن تيم سوداني بالاستعانه عندهم واحده بس مصريه لحاجه كده معينه ودي لفترات بسيطه يعني. فمركزين على حتى انه يوفروا كل العاملات في الصالون عندهم يكونوا سودانيات بغرض انه دايرين يفتحوا فرص بتاعت عمل للسودانيات الموجودات هنا والمقيمات هنا. فقصة صراحة جميلة جدا يعني من قصص النجاح، انه هم برضو من الناس اللي عانوا في الاول يعني الموضوع بالنسبة لهم ما كان سهل، وحتى اللوكيشن بتاعهم اتغير على مرتين يعني على اساس يقدروا يستقروا ويعملوا لهم بيزنس كويس هنا ويقدروا يعني يواجهوا كل التحديات اللي لاقتهم. فإن شاء الله هنستضيفهم في اللقاء الجاي اللي هو تقريباً يوم الثلاثاء إن شاء الله 24/10 إذا ربنا حيانا إن شاء الله. طيب ممتاز السحر. طيب بس عشان نختم على سؤالك ده، أي حاجة موجودة أونلاين وفي ثلاثة حاجات أشياء ضرورية جداً. الإيميلات، في إيميلين، واحد منهم بتاع السحر لأنه هي ماسكة الموضوع ده كله. تخش في المنصة بتلقى الإيميل بتاعها ممكن تتواصل معها، وحتلقى برضو في واتساب لو دار تخش في جروب عملات السحر بتاع واتساب لأي ذول انترست الذات يتعرف أكتر. طبعا بعد ده هيكون في جروب للناس المشتركين. أنا شخصيا بشوف حق الناس تمشي تخش الويب سايت تشوفه وتلك تفتش عنه وتبحث وتشوف عشان بعد الكلام اللي قلنا ده تمشي بلات تشوفه. ولكن in the meantime إذا دار تشترك لازم تجهز الحاجات اللي هي قلناها دي، وسحر حساعدكم فيها حتى بالعربي يعني ما مشكلة، اللي هي اسم المحل بتاعك، البرودك بتاعتك شنو، أي شيء تبتبيعه في النهاية لك وعندك صورة له. قبل وريناكم الصورة لصالون هنا في بريطانيا، يعني الصورة واحدة بتعمل في الكحول ده مثلا أو الكوزموتيك دي، يعني انت بتبيع شنو للناس، بتقدم شنو، يعني الناس دايرهم يعرفوا عنك والله أنا ببيع كده بقدم خدمة كده، تفصيل عنها بسيط وشارع. وبعد ده التفاصيل دي لو اكتملت، يعني تقريبا عندنا برضو تارجت انه لو زول ادانا تفاصيل كامله من الاسم والايميل والسوشيال ميديا والمنتجات وصورهم والتفاصيل، مفروض يعني بالكثير 13 15 دقيقه بالكثير يرفعوا عليك. يعني ممكن انت تدينا لسه في 15 دقيقه تكون لايف في كل السيستم، يعني اي زول بعد ده ممكن انت تشيل اللينك تقول للناس دي صفحتي. فانا شايف دي الفائده تستفيدوا منها. ان ذا مين تايم اذا اشتركت او ما اشتركت، الخدمات دي كلها ممكن تتقدم لك، لانه عندنا تيم كامل قاعد شغال معنا في عدد من الحاجات اليوم الجرافيك ديزاين. وانا ده اقول نصيحه والله صراحه للي في لندن وبرا لندن واليوكي ومصر وكلهم، يا جماعه الجرافيك ديزاين ده انا قابلت كثيرين جدا من السودانيين اللي عندهم حتى نشاطات كان هي بقت تجاريه ولا ما تجاريه، يقول لك والله ما عندي بيتي ولا ولدي ما بعرف بيعمل لي بالفوتوشوب. عليك والله ما قصه ولدي ولا بيتي بيعمل لي بالفوتوشوب دي، عليك والله الكلام ده وقفوا يا جماعه، اعمل بروفيشنال حاجه. يعني الديزاين ده عنده ناس بجروف الجامعه كليه عاديه اسمها جرافيك ديزاين، اعمل ديزاين لانه الديزاين ده لما يجي يعملوا لك بيشوفوا السين بتاعك شنو، بلو بابيض باخضر، الباك جراوند شنو، المحاسه عندي الفلاير اللي قدامكم دي. قبل رسلت لنا سحر الصور حقت الناس وديناه هو طلعها ولا حتى عدلنا عليها، لانه زول بروفيشنال عارف بيعمل في شنو، قاري عديل جامعة في فرنسا كان، يعني زول هو مصري هنا عربي. فالشغل ده كله يا جماعه عملوه بروفيشنال. الداير مننا نساعده في اي حاجه في الحاجات دي ما في مشكله، بس يتواصل مع سحر يوري هو داير شنو. لو زول داير هو متطور جدا حياته متقدمه داير يعمل له ويب سايت، عندنا تيم بتاع ديم ديفلوبر من ما شاء الله متمكنين تمكن ما عادي. الداير يعمل له كومير ذاته ممكن نعمله، لكن طبعا احنا لانه عارفين كل الناس في مراحل مختلفه فكل ذول ممكن يساعد. لكن لحد ما تشترك وتعرف الحاضر، طبعا لو اشتركت بتقلل عليك حاجات كثيره، لانه في جزء من الباكجز ديل بيشملوا حتى بيزنس ديفلوبمنت، لانه قصه دي ما انفولف فيها ناس كثيرين وفيها كوست عالي يعني. لكن كل ما يكتروا الناس وزادوا الستور ده كل ما يكتروا فيه الناس كل ما فايدته بتزيد، وممكن بعد شويه السعر بتاعه ذاته يقل. ما انت تتخيل هو سيرفر خدت فيه وانت ديتا، السيرفر ده عنده حد، قول هسه السيرفر ده مثلا بيشيل 10 غرف، او سوري قول بيشيل 100 غرفه، وحاليا احنا بس مالين 6 غرف، استيح ادفع الايجار لانه فيكس كوست. وهكذا انت قيس على هذا الاساس. عندنا جرافيك ديزاينر شغالين معانا تيم،
بدل ما يعمل الشغل قول بيعملوا 10 جرافيك ويك في اليوم مثلا، اصل جبنا لهم 100 هيقول لنا اعلام شغل كتير لكن ما هيقبوه. ليه؟ لانه بعد ده بيجي شغل اكتر، ممكن تقول لهم ما اقلل السعر شويه، وهكذا نفس القصه. فساعدوا بعض دي وادعموا بعض دي مهمه جدا. وانا في رايي عشان بس ما نكتر على الناس، والليله السبت ده بالذات للناس في اوروبا وديل، الناس اللي في لندن وديل طبعا فرصهم اكبر في لانه اساسا هو ده عمل للناس اللي برا اللي هم في اوروبا ديل. يعني موضوع مصر والحرب ده ما كان في الحسبان ذاته، يعني انه حيحصل حرب في مصر في السودان والسودانيين اضطروا يطلعوا كده. لكن اخواننا واخواتنا في السعوديه والامارات، انا مشيت مطاعم، انا مشيت لي مطعم قبل كده في ابو ظبي، والله يا جماعه يعني لحد هسه مستغرب، يعني انت قاعد بتنقط فيك مويه من فوق، ما عارف بتيجي من العماره من فوق. طيب انت بخدت ما تعمل لك حاجه تغطي بيها الناس دي، يعني حاجات بيزك موجوده فيهم. فالقصد انه ما بس في مصر يا جماعه، احنا مصر دي مدينه اولويه، لانه ده السودانيين اضطروا يخلوا بلدهم بسبب الحرب. يعني العمل عمر ده والله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا عمر، ده شغل خارق والله. يعني في 6 شهور تقدر تطلع في ظروف الحرب وما عارف شايل، خليت بلدك ومركتك وشايل معاك حياتك دي كلها وتعمل الكلام ده، والله ربنا يوفقك يا اخي. لكن الناس ممكن تساعد سريع، فانا بنصح انه اي ذول بعدين اي حته يا جماعه، يعني انا قلت لسحر جبيل لو في زي 10 كده اتليست اتلموا في مصر وقالوا تعالوا والله مستعدين نجي نقعد معاهم يومين نفتح لهم دوره نطورهم فعلا حاجه هاندز اون، يعني نجيب بتاع المطاعم دي كلهم نقعد معاهم، نقعد معاهم في مطعم عمر ده ما عايزين غير لابتوب نقدر نجي شايلينه وبنجيب معانا البروجيكتر، ممكن نساعد الناس فعلا ونديهم براكتيكال ابلكيشن، ممكن نمشي الامارات السعوديه غيره غيره. نحن بنمشي للشغل بهمنا في الجامعه برانا، لكن لو قاموا مثلا ناس المطاعم في السعوديه ده اكثر حته انا الرياض دي والله نفسي اساعدهم فيها. مطاعم واكلهم جميل جدا جدا، لكن الحاجات اللي قالك بيها المدسر دي كلها ما تغسل يدك وين؟ تستعمل حمام وين؟ قصه صعبه جدا جدا. فدارين نوريهم انهم بيفقدوا قدر كيف. يعني انا رسالتي لكثير من المطاعم في الرياض في غبيره دي مثلا ولا وين، لو طورتوا مطاعمكم دي انتوا اكلكم ما فيه كلام 10 اوت اوف 10، ما فيه كلام. انا مثلا اقول السودانيين عزموني لك اكله 10 اوت اوف 10، لكن لو طورتوا ونظفتوا وبقيتوا اجمل، عملتوا الحياه اللي قالك بيها المدسر دي، الحمامات البتاع، انا متاكد من هنا بقول لك الكلام ده في لندن دي كميه الاسر اللي بيسوق اولاده الليله يوم الخميس ده مع شيخهم في المطعم الفلاني حتزيد. انت ما داري يكون شكله بتاع الناس كده بس دارين عشان الاكل ده، انت داريهم يجوا عشان تو انجوي تايم. يعني الليله زول لما الزبون ده يجيك، لما العلام يسوق اولاده يجيك في المطعم ما جاي عشان ياكل، جاي للاكسبيرينس الفتره اللي بيستمتع معاك دي. الزول يا جماعه ما بيجي المطعم عشان داري ياكل وياكل، ما ممكن يجيب منك تيك اواي، لكن جاي يستمتع بالوقت ده. بيته بهنا بتنطط، ولده بنطط، ساق اصحابه معاه زملان، وعندنا اجتماع معاك سحر بتاعه في اثناء ما قاعدين اكلنا وشربنا واتغدينا وشربنا يا مدسر ده. لكن كمان انا والله يا مدسر ان شاء الله اول ما كده خلينا انا ما اجيلك سريع، لكن ما اجيك نجيب تاني ناسنا الفولنتير اللي بنلاقيهم دي نقول لهم ده نتلاقوا في مطعم مدسر ده، اشربوا شايكم بدها تشربوا في ستاربكس. انا اخر يوم جيتك ده ولا ايوه يوم جيتك ده يا مدسر كنت قبلها ملاقي زول في اجتماع في وستفيلد اكلنا شربنا ما بعرف قهوه بتاع في بريد ده قريب 10 جنيه كده. المره الجايه نقول لهم تعال نتلاقى هناك نشرب القهوه دي عندك، انت اولى ب 10 جنيه دي مثلا. فيعني انت داير الناس الاكسبيرينس يا جماعه، والحياه دي ما صعبه، ما شرط الحمام يكون واو، لكن كمان يكون حمام ذول لو اضطر يستعمل، لانه الاكسبيرينس يا جماعه زي الطياره. الخلة الاماراتيه ضربت الطيارات دي لانه اهتموا بالاكسبيرينس حقت الكاستمر جوا، لكن ما عشان حاجه واحده ولا الامان ولا السيفتي. المهم ان الله بقدرنا بنعمله، وكمان نتمنى برضه نفتح الباب ده يا سحر بعد اذنك، انه اي ذول داري يساعدنا عنده خبره في التسويق هو موجود في حته معينه يتواصل معانا. في ناس كثيرين قالوا دارين يجيبوا بضاعتهم دي لاوروبا، ما عندنا مانع، بس عندنا ناس اوريدي عارفيننا وتكلمنا معاهم في فرنسا عندك وفي بلجيكا سوري هولندا وفي فنلندا وغيره. الداير ممكن ناس يجونا يقول لي علامة دارين يجيبوا بضاعتهم لفنلندا دي يونان، ممكن اكون معاكم. نحن بعد ده ممكن نعمل لك فيريفيكيشن للناس دي ونأكد لك ليهم نربطك بيهم. المهم there is much we can do يعني هنا، لكن بس الناس تستفيد منه، ودارين فعلا نشوف فوائد كبيره، ودارين بعد شهرين ثلاثه ما كثير ذاته يجي عمر ده هنا ويقول والله فعلا انا استفدت وعنديها ده كليرلي اي كان سي المارجن بتاع البروفيت بتاعي زاد. والله كنت زمان انا بجيب صح من الفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن الناس علمني للدنيا افكار كده ساعدتني. نسبه الرضا بتاع الناس بقت عني زايده كبيره جدا.
بقيت امشي اي محل الناس يقول لي يا سلام انت بتاع المطعم الفلاني، دارين زي ده، دارين مدسر ده بعد شويه ثاني هو ذاته يكون الناس ساعدته، يعني انه بعد ده هو فعلا بقى زول جاينت. يجوا السعوديين ويجوا الاماراتيين ويجوا الانجليز ويجوا البولنديين يجوا العراقيين اللي بنمشي ناكل عندهم ديل. ليه لا؟ ما استنى ناكل السلطه الاسود دي ذاتها اللي اشتريتها منك يا مدسر، بناكلها عند ديار بكر، بناكلها عند اسمه منو الايرانيين دي اسمهم منو صدف مشهوره عنده سلطه الاسود بتاعته ما زي حقتك، لكن بنمشي ناكلها. ما هسه هذا كان منك انت احسن لنا. فانا في رايي اهم شيء يا جماعه الناس تحضر الموضوع ده، تدعم بعض، واي زول عنده الرغبه يدعم ناس يكلمنا نلمه بيهم. يجي زول يقول والله ما انا عندي رغبه، عندي 10,000 دولار داير اساعد بها بيزنس بتاع زول في مصر. نقوم نقول للزول في مصر ده يا اخي اعمل لك دراسه جدوى. والله يا علام انا ما بعرف اعمل دراسه جدوى. يا اخي دراسه جدوى دي المفروض تلقى لك زول كده كده ممكن يطلعوا فولنتير يوروك تعمل دراسه جدوى، كيف تعمل بيزنس بلان، تعمل كاش فلو ستيتمنت، ده كله ما صعب. ممكن نلقى ناس يتبرعوا يساعدوك. عشان الزول اللي هنا ده لو جه سالنا قال لي علام البيزنس حق عمر ده ناجح، نقول له والله بالارقام دي ناجح. هسه مدثر ده ما ممكن يكون زولته ينفست في شيء في مطعمه ده. لو جه قال لي علام يا اخي انت اخدمني بس وريني، بقول له جدا انا بقدر بوريك اللي بعرفه حسب ما الطريقه الصح. والله الكاش فلو ستيتمنت حق المدثر ده منه فايده. يعني بالعربي كده في 6 شهور المفروض يبدا يدخل كده، في سنه يعمل كده وربحك كده. طبعا الاشياء القانونيه دي اسهل حاجه، الناس بتقول لك ساي من الورق والغا ده ما شغل محامين بيحلوا يعني. أصلا ما تشيلوا ببالك انت في الاول، لكن ده في مصر والورق هذا شغل بتاع محامين يعني ليجل وي. جد بعدك بتجيب المحامين دين. انا معلش طولت يا سحر ولا افتختي بنتي، عندك حاجه؟ انا معلش اسف للاطاله. لا لا ما في مشكله يا بروف، بالعكس شكرا جزيلا على الكلام اللي قلته في الاخر. فعلا دي البوينتس المهمه المفروض الناس فعلا تركز عليها عشان تطور البيزنس بتاعها. نقلوا الغرض في النهايه زي ما قلت ادعموا بعض في النهاية. ده السلوغن بتاعنا بتاع سودان ستورز اللي هو إنه الشباب وكل السودانيين يدعموا بعض زي ما قال قبل برضو أستاذ مدسر. يا جماعة أدعموا بعض إن شاء الله بالتشجيع، الدعم المعنوي فعلا أدعموا بعض، بمعنى إنه حتى الكلمة الطيبة يعني زي ما بيقولوا الكلمة الطيبة جواز سفر. يعني في النهاية الواحد على الأقل ما بيقدر يقدم مساعدة لأخوه أو جاره أو أخته، في النهاية ممكن يدعمه دعم معنوي بأنه يديهم النصيحة الكويسة، الكلمة الطيبة، التشجيع، ودي أهم حاجة بالذات في الظروف الحالية نحن بنمر بها. وإن شاء الله ربنا يساعدنا نقدر نخدم أكبر عدد من الشباب السوداني سواء بيقوا الشباب أو الشابات. ونحن زي ما قال بروف علام يعني فاتحين الباب لأي حتى مبادرات، أي ناس دايرين يخشوا انفسترز، اي ناس دايرين يدعموا الشباب السوداني، احنا ما عندنا اي مشكله. ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الايميلات، حتلقوها قاعده في اللينكس برضو في الكومنتس حننزلها تاني. وان شاء الله المره الجايه نستضيف نموذج تاني للشابات السودانيات، لان واحده من الاهداف بتاعتنا برضو انه احنا بنخدم حته الجندر ايكواليتي. يعني احنا بنقف مع الشباب وبنقف مع الشابات وبنقف مع اي زول محتاج لمساعده ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يسهل لنا ويوفقنا كلنا جميعا لما يحبه ويرضاه ان شاء الله يا رب العالمين. وشكرا جزيلا يا جماعه، معلش طولنا عليكم، وان شاء الله في اللقاء الثاني تكون الفرصه اكبر عشان نقدر نتكلم بصوره اكبر عن كل التفاصيل اللي بتهمكم وكل الاسئله نقدر نجاوب عليها بصوره اكبر ان شاء الله. شكرا جزيلا وربنا يديكم الصحة والعافية. راس يلا في أمان الله يا جماعة.